اوكي. هو الموضوع النهارده المفروض انا بتكلم على طماهر ايمبوليزم. ده تكمله للمحاضره اللي قبلها اللي هي اكيوت ديزني او ديزنيا اكيوت اوكرانيك اللي كان دكتور شريف فايبر. فانا هكمل على الكلام ده. تفكير طماهر ايمبوليزم ده موجود في الجايد لاينز ومكتوب حلو جدا في الجايد لاينز لو حد فكر ان هو يبص على الجايد لاينز. وهو ده البراكتس اللي احنا بنعمله فعلا بالظبط زي ما مكتوب في الجايد لاينز وهو اللي بيطبق في الاخر. تمام؟ فاحنا هنتكلم على جايد لاينز وفي نفس الوقت هنتكلم انت تشوف العيان سواء في الطوارئ سواء في الرعايه سواء في الدور سواء هتروحه في اي مرحله من مراحل البالسنج ايمبوليزم هتتعامل معاه ازاي كمان. تمام؟ يبقى احنا هنتكلم على اكيوت ديزنيا نظره سريعه وبعد كده هنتكلم ان ديتيل على البالمر ايمبوليزم. طيب الهدف بتاعنا ايه؟ ان احنا نبقى عارفين الديفرنشال دايجنوزز اوف اكيوت شورتنس اوف بريث، هاو تو سسبكت بالمونري امبوليزم اند هاو تو دايجنوز، كل الانفستيجيشنز اللي ليها علاقه بالبالمونري امبوليزم، هاو تو مانج بالمونري امبوليزم، ده كلام من الجايد لاينز بيور، هاو تو يوز نوفل اورال انتي كواجلنس او نون فيتامين اي اورال انتي كواجلنس، فيتامين كي اورال انتي كواجلنس. والكلام ده المفروض انه يعني وانا نايم ما كانش ده اصلا موجود في البالمونري امبوليزم، ولا كنا نبقى ولا نعرف ايه اسامي النوفل انتي كواجلنس ولا جرعات ولا موجوده في السوق اصلا ولا حاجه. دلوقتي بقى ده حاجه موجوده طول الوقت حوالينا، وفي اي وقت هتلاقي حد ماشي على نوفل انتي كواجلنس، فما ينفعش ما نبقاش عارفين انه في كاتيجوري من الادويه اسمها نوفل اورال انتي كواجلنس وليها جرعات شكلها عامل ازاي. الموضوع هيبقى رخم شويه بس يعني اتس تايم ان احنا نعرف دول. تمام؟ انتوا عارفين مين ده؟ طب وايه علاقه الصوره بالموضوع؟ انه عنده اكيد شورت نص. طيب لو انا بتخيل انا نايم دكتور هاوس فجالي حد في الاي ار يو ار ان اي ار وحد بيقول لك I'm breathing heavily sir are you sure yeah طيب you should look for a doctor. لو هي true complaint هنفكر في ايه؟ انا شفت واحد جاي باكيوت شورت نص بريث هفكر ازاي او ابروتش العيان ده ازاي؟ هفكر في الاسباب وتحاول تاكسكلود الاسباب كلها منها. طب سؤال اكيوت شورتنس اوف بريث ده حاجه امرجنسي ولا حاجه بتاعت اوت بيشنت كلينيك ولا حاجه مش مستدعيه ان انا اتدخل على طول ولا دي امرجنسي؟ اكيوت شورتنس اوف بريث ده از ان امرجنسي. تمام؟ ما بنتكلمش انه العيان ممكن في الاخر يبقى بريتندنج او عنده حاجه سايكوجينيك او عنده هايبر فنتيليشن وهو اللي عامل له اكيوت شورتنس اوف بريث. هو ده حتى لو هو كده يو شود اكسكلود ان هو كده لانه اكيوت شورتنس اوف بريث ده از ا ميديكال امرجنس لازم تدخل سريع. دي مشكله انك هتبقى في الطوارئ وهيبقى عيان بالمنظر ده وقاعد مش قادر ياخد نفسه وقاعد على السرير متساب 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 محدش مركز معاه او حتى بصينا عليه وبعدناه يعمل اي انفستيجيشنز وما عدناش مستنيين او ندور على الريد فلاجز في العيان ده لانه ايفنتشوال العيان ده ممكن يحصل مشكله كبيره جدا لانه اسباب الاكيوت شورتنس اوف بريث فيها حاجات كتيره لايف ثريتنينج. الهدف ان اكيوت شورتنس اوف بريث ده از ا ميديكال ايمرجنسي سواء انت مش عارف التشخيص او حتى لو وصلت للتشخيص ما ينفعش تتعامل مع ده بهدوء او ما تبقاش مركز في كل الديتيلز. السؤال اللي بعد كده لو انا عندي حد بريزنتنج باكيوت شورتنس اوف بريث ايه اهم حاجه تفرق معايا اول ما اشوف العيان علشان تو سيف لايف؟ ماشي كومبلكشن بتاعه يبقى كله ليه علاقه بالهايبوكسيا. لو هو هايبوكسيك هدي له اكسجين وبجهز الاكسجين على طول. دي واحده. في حاجه ثانيه ريد فلاج بلس علشان اكيوت شورتنس اوف بريث اول ما تشوف حد بريزنتنج باكيوت ديزني هدور على حاجتين فنتيليشن وبرفيوجن. العيان ده عنده اي حاجه تقول انه هايبوكسيك سواء بالاكزامينيشن سواء بال arterial blood gases بال pattern of breathing لو عنده abdominal breathing لو عنده respiratory rate عالي. انا بدور على الفنتيليشن بكل البارامترز بتاعته بالجنرال واللوكال اكزامينيشن يفرق معايا جدا. ما ينفعش ابقى عمال ادور على السبب والعيان اصلا قدامي هايبوكسيك او الساتوريشن بتاعه تحت 90% وانا عمال ادور على اسبابه سايبه من غير اكسجين. او ما ينفعش ابقى عمال ادور على اسباب والعيان هايبوتنسيف او شوك. حاجتين دول اهم حاجه في العيان. طيب اتاكد على اول ما تشوف عيان باكيوت ديزني قبل ما تعمل اي حاجه تطمن ان هو بيرفيوز وان هو مش هايبوكسيك. لو هنعرف نستعمل بروب ساتوريشن في الطوارئ لو هتسحب ارتيريال بلاد جازز دي ليها برايورتي عن اي حاجه ثانيه. انك تقيس ضغطه ده ليه برايورتي قبل ما تتكلم مع العيان.
هتكلم مع العيان ماشي، بس وانت بتتكلم مع العيان حاطط ايدك على البلس وبتقيس الضغط، وبعدها على طول طالب ارتيريال بلد جاهز استتساع، وبعد كده نقعد نحكي في اي حاجه مش مشكله. اوكي، عملوا زي شافوا كل الاسباب اللي بتبريزنت في الطوارئ باكيد شورتنس اوف بريث وقسمناها. لو احنا فكرنا ايه اشهر حاجات بتبريزنت بشورتنس اوف بريث، تشست وكارديك يعني ليها علاقه بينا. تتوقعوا مين اللي بيجي ليه اكتر، الشورتنس اوف بريث بسبب تشست ولا بسبب كارديك؟ تشست كوزز اكتر. تمام، بعد كده كارديك كوزز او كارديو فاسكولار كوزز اللي هي هيندرج تحتيها حاجات كتيره في المنهج بتاعنا كله، بس تشست كوزز ستيل ريبريزنت ا جريت ماجوريتي اوف بيشنتس بريزنتنج وذ اكيوت شورتنس اوف بريث. تمام، فما ينفعش تبقى انت قاعد بتدور وعامل اكسكلوجن لاسباب تشست من غير ما تبقى حاططها في دماغك، لانه ممكن من الهيستوري كلوز تقول لك ان ده عيان جاي بشورتنس اوف بريث عشان مثلا سي او بي دي وذ انفكتيف اكسسيرفيشن اللي هو الموست كومن كوز او برونكيال ازما مثلا. تمام، هو ده في الاغلب مش هيندهك عليه في الطوارئ، بس لو انت شفته او حصل انكاونتر ليه، ده من ضمن الاسباب المهمه جدا في الامرجنسي روم تو بريزنت بيل شورتنس اوف بريث. اشهر حاجه سي او بي دي 16.5%، بعدها الهارت فيلير 16%، بعد كده نمونيا. يبقى الشست كوزز اكتر لانه نمونيا او سي او بي دي على بعض اكتر من هارت فيلير. اسباب كاردياك ثانيه هارت فيلير، مايكارديال انفاركشن، اتريال فيبريليشن، بس يبريزنت بشورتنس اوف بريث. لو عيان رابيد اف ممكن يجي بشورتنس اوف بريث ودي ساتوريشن وهو عنده نورمال فانكشنز وكل حاجه ثانيه ما فيهاش مشكله. تمام، بالمونري امبوليزم برسنتج بتاعتها قليل 3.5% مثلا، بس وي شود لوك فور من ضمن الحاجات اللي بيجوا بالشورتنس اوف بريث. تمام، فاحنا عندنا تشست وكارديك هم دول اكبر اثنين كاتيجوريز تو بريزنت وذ اكيوت شورتنس اوف بريث. الحاجه الثانيه واللي دايما بتبقى عامله اوفرلاب كتير، كارديك اشهر حاجه تعمل شورتنس اوف بريث بالمونري فينس كونجشن، يعني هارت فيلير، يعني اجكشن فراكشن قليل، صح؟ مش لازم اجكشن فراكشن قليل. ممكن يبقى بريزرف فانكشن هارت فيلير وبريزرف اجكشن فراكشن، ده كومن او فيري كومن. تمام، يبقى عيان عنده دايستوليك ديس فانكشن بلاند فنتريكولار هايبرتروفي ويجي باكيوت بالمونري اديما واكيوت شورتنس اوف بريث في الاي ار، وتبقى خناقه ان احنا بنقول للتشست مثلا العيان ده ما عندوش اي هيستوري كارديك والايكو بتاعه فانكشنز نورمال، بس هو العيان كونجستد ولما ياخد دايريتكس هيتحسن لانه عنده هارت فيلير بريزنت اجكشن فراكشن. مين اللي بيبقى عندهم هارت فيلير بريزنت اجكشن فراكشن اكتر؟ الناس الالدرلي، الهايبرتنسيف، الاوبيس، الديابيتكس، عندهم رينال امبيرمنت، في حاجات كتيره بتبقى جراي زون. يعني هو ده عنده فوليوم اوفر لود الهارت فيلير بريزنت اجكشن فراكشن ده علشان جزء من الدايستوليك ديس فانكشن وجزء من الرينال امبيرمنت وجزء من الهايبرتنشن الجامد اللي مش قادر يعمل فيلنج، الحاجات دي كلها مع بعض هتديك نفس البيكتشر. ومش معنى ان الاجكشن فراكشن نورمال ان البيشنت ده مش كارديك، ماشي؟ احنا ممكن نرد على الناس بكده لما يسالونا انت العيان رايك ايه وبتاع، لو انا بحاول اهرب من العيان اقول له هو الاجكشن فراكشن نورمال، بس انا عارف ان العيان ده كونجستد سواء بالسماعه سواء بالتشست اكس راي في بالموناري فينس كونجشن حتى لو الفانكشنز بريزرف. اوكي، تشست وكارديك كنا دول اشهر اسباب، تشست تقريبا 25%، كارديك 25% التانيين. في اسباب ثانيه؟ في ميتابوليك كوزز، ميتابوليك كوزز ليها بريزنت شورتنس اوف بريث عشان هايبر فنتيليشن، يعني واحد عنده يورينيا هيبريزنت شورتنس اوف بريث عشان ميتابوليك اسيدوس، واحد عنده ليفر سيل فيلير ممكن يبقى عنده شورتنس اوف بريث، واي سبب يعمل اسيدوسز كاز كومبنسيشن هيبقى عندنا هايبر فنتيليشن. تمام، ممكن في الاغلب هيبقى ساتوريشن نورمال، بس برضو انت عندك مشكله كبيره لو ما حلتهاش الميتابوليك اسيدوزز دي ممكن تاثر لك على الهيمودايناميكس بتاعت العيان. في حاجات جي اي تي ممكن تعمل شورتنس اوف بريث، ممكن لو حد عنده اكيوت ابدومين ممكن حركه الدايفرام ما تبقاش كفايه فيبقى عنده شورتنس اوف بريث، لو حد عنده ابدومينال ديستنشن، بس الحاجات دي هتبقى كرونيك اكتر منها اكيوت. اوكي، كارديال كوزز اوف شورتنس اوف بريث ممكن نفكر فيها مع بعض. اكيوت شورتنس اوف بريث، ايه الحاجات الكارديوفاسكولار اللي ممكن بريزنت في الاي ار باكيوت ديزنيا؟ ديكومبنسيت هارت فيلير ده اشهر سبب، ايه تاني؟ لو الاجكشن فراكشن نورمال هارت فيلير بريزنت الاجكشن فراكشن، ايه تاني؟ مايكارديال انفاكشن، اتريال فيبريليشن، احنا قلنا التاكي اريثميا لوحدها من غير اي حاجه هيجي بشورتنس اوف بريث، ليه؟ لانه عندنا بالمونري فينس كونجشن، حتى لو الفانكشنز بريزنت لو العين هارت ريت بتاعه 200 انا ما عنديش سيستول ودايستول، دايستول وقت قصير جدا، المفروض الدايستول قد السيستول ثلاث مرات، لو الهارت ريت 200 مفيش وقت للدايستوليك فيلينج، فمفيش وقت الاتريم يفضي جوه الفنتريك، ف
فيحصل باك بريشر على الاتريوم على اللنج، يجي لي بالموناري فينوس كونجشن اندو الفانكشنز بريزرف. تمام، لو عندي امبيرد سيستوليك فانكشنز ده هيبقى اسوء، هيجي له هايبوتنشن وهيجي له البالموناري ايديما مثلا مع التاكيكارديا، غير لما يبقى فانكشنز بريزرف. بس ما يمنعش انه لو حد جه تاكي اريثمي او برادي اريثمي يبقى عنده شورت نص بريث. ايه تاني؟ احنا قلنا ايه في البريش؟ بالموناري امبوليزم كاكارديو فاسكولار ماشي، كميكانيكال كومبليكيشن ماشي، اورتيك دايسكشن صح. في الجايد لاينز في نيمونيك كده في الاكيوت هارت فيلير، هو في الاخر اكيوت هارت فيلير هو الاكيوت شورت اوف بريث يعني. تشام ممكن يا هشام تقول لنا ايه تشام؟ لا مش عارفه يعني كورونري ارتري ديزيز هايبرتنشن، الحاجات دي كلها بتبريزنت الاكيوت بالموناري ديما، مش مجرد الامبيرد اجاكشن فاكتور. كورونري ارتري ديزيز زي ماكاردي انفاركشن هايبرتنشن او هايبرتنسيف ايمرجنسي اريثميز تاكي اريثميز والبي بالموناري امبوليزم. ميكانيكال كومبليكيشنز ينبارك تحتيها، ما ميكانيكال كومبليكيشنز دي تشمل حاجات كتيره، او ماكاردي انفاركشن كومبليكيتد بالفنتريكال سيبتال رابتشر او مايترال ريجستريشن، acute valve regurgitation نتيجة infective endocarditis, prosthetic valve dysfunction, aortic dissection، كل دي حاجات mechanical complications. تمام؟ هي دي الأسباب كلها اللي احنا قلناها، مش هنعدي عليها تاني. طيب احنا قلنا أول ما تشوف عيان جاي acute shortness of breath هتتشك حاجتين، ventilation و perfusion، دي ما فيهاش هزار. acute dyspnea قبل ما تعمل أي حاجة تطمن إن العيان perfused والساتوريشن بتاعه كويس، بكل حاجه examination او investigations لو هتحتاجها، لان دي ليها priority. تمام؟ طيب ازاي هطمن على الفنتليشن؟ براحتك اي حد عايز يتحرك براحته خالص. ازاي هطمن على الفنتليشن؟ قبل بروبس البريفرنت بوزيشنز بتكلم على الهيمو دايناميك. حد يقول لنا ازاي بطمن على، مش لازم الكلام كله مكتوب، ازاي بطمن على الساتوريشن او الفنتليشن بتاع العيان؟ ABG ده investigation، saturation ده investigation. في حاجات أهم. respiratory rate، respiratory rate ده مهم جدا. عيان تكتك ده معناه إنه غالبا هيبقى عندك مشكلة. accessory respiratory muscles لو شغالة working إلى نزاي أو abdominal breathing ده معناه إنه ممكن يبقى عندك مشكلة. إحنا قلنا respiratory rate في الأول. الكومبلكشن بتاع العيان. cyanosis ممكن تشوف cyanosis ممكن تشخص بس بلون العيان تعرف إنه هو عنده مشكلة في الventilation. وقبل ما تعمل اي حاجه تجري تحطه على اكسجين قبل ما تستنى تسحب الاي بي جي او توصله على البروب الساتوريشن. تمام، الابدومينال بريدنج ده في حد ذاته ده ساين مش حلو، ده معناه انه ده اكسترا ايفورت فور ريسبيريشن. طيب في حاجات في الفنتيليشن اسوا من اللي انا قلته من التاكيبنيا والابدومينال بريدنج وركينج الى نزاي، في فيري بور ساين ده جاستنج، ده لو العيان بيموت. انا بنتكلم على ventilation وفي مشكلة عن العيان. CO2 narcosis type 2 respiratory failure type 1 respiratory failure ال CO2 هيبقى worse. type 2 respiratory failure CO2 هيبتدي يaccumulate، لما CO2 يعلى هيحصل respiratory acidosis. respiratory acidosis دي is a very poor sign. هعرف ازاي العيان عنده respiratory acidosis؟ بعد ما كان العيان تكتنك ابتدى يبقى bradycardic، ابتدى يبقى نفسه أبطأ من الأول، ابتدى يبقى confused عشان الـ CO2 narcosis، ابتدى العيان يبقى متوه مش مركز، بيعافر عشان ياخد النفس، نفس شالو والـ respiratory rate ابتدى يقل. ده معناه انه خلاص مش قادر يعمل wash out للكربون دايكسايد، وابتدى يبقى عندنا كربون دايكسايد retention، والخطوة جاية respiratory acidosis. وجود respiratory acidosis او type 2 respiratory failure ده is an indication for ventilation، mechanical ventilation. يبقى دي ساين مهمه جدا. يبقى انا شفت العيان من اول ما دخل الطوارئ اللي جاي ده اكيد شورت اوف بريث، عملت مونيتورنج للريسبيريشن بتاعه بكل الطرق من اول الريسبيراتوري ريت والريسبيراتوري ماسلز اللي شغاله، وعملت كمان بصيت على ساينز اوف كاربون دايكسايد ريتنشن، يعني ابتدى يبقى كونفيوز، ابتدى يبقى الريسبيراتوري ريت يقل، ابتدى يبقى مدلوخ مش مركز، يعني تحمر، كل حاجات ماشيه مع السي او 2 ريتنشن. طيب كده اطمنت على الفنتيليشن، السيركيليشن او البرفيوجن اطمن عليهم ازاي؟ احنا فنتيليشن بعد كده طبعا الاكسجين بروب ساتوريشن بروب ده مهم جدا جدا، والاي بي جي ارتيريال بلاد جازز المفروض اول ما بشوف العيان وشفت حسيت ان في مشكله اسحب له ارتيريال بلاد جازز لازم تبقى ارتيريال. تمام؟ طيب
بعد كده بنتكلم على البرفيوجن. هعمل مونيتورنج للبرفيوجن بتاع العيان ازاي؟ ارتيال بلد بريشر ماشي، بس حاجات قلبيه هتشوف البلس نفسه، البلس فوليوم والبلس ريت، بريفرال بلسيشنز ده ساين كويس. ايه تاني؟ يورين اوتبوت، هسال العيان على يورين اوتبوت او هسال الريلاتيفز لان ده معناه ان انا عندي هايبو برفيوجن. ايه تاني؟ الضغط هنقيسه، لو الضغط اقل من 90 60 ده معناه ده. في حاجات تانية؟ حد عنده اي فكره تانية؟ ساين اوف هايبو تنشن او شعر؟ يا كابتن تنتي تقول كابيلري فيلينج ريت، في كولد اكستريمتيز، ودي من الحاجات المهمه جدا. لو العيان شق فلاقي ايديه ورجليه ساقعين، كولد كلامي سواتي بريفرال اكستريمتيز، ده ساين اوف هايبو برفيوجن. يورين اوتبوت قليل. في حاجه تانية؟ انتوا كل ده في الطوارئ، انا كل ده ببص عليه في الطوارئ. ممكن يبقى كده مثلا من الاستقبال كانت لسه كل اكستراكتس بس الباس في ماشي. ممكن تبقى حاجه بريفرال ساينوفز يعني البريفرال ارتيريال ديزيز بريفرال سيركيليشن قليل فرجلي وصلها اللي بيعمل المنظر ده نوع من انواع الشوك المفروض تبقوا عارفينه او عندكم فكره عنه. سبتك او انفلكتيف شوك يحصل فازو دايلاتيشن يديك باوندنج بريفرال بلسيشنز والضغط يبقى قليل. ممكن ممكن يبقى كده بس يعني مش شرط من الحاجات يعني. طيب انا تاني في انا دلوقتي ببص على البرفيوجن. في حاجه تانية مهمه في البرفيوجن ممكن ما تبقاش واخدين بالنا منها، الكونفيوجن سيريبرال كونفيوجن، لان السيريبرال برفيوجن ده بيفرق العيان يبقى مصحصح ومفروق معايا مش ستروك بس. كون العيان مبلوخ او مش مركز هفكر في حاجتين الاثنين مهمين، يا اما عنده كاربون دايوكسيد ريتنشن يا اما عنده سيريبرال هايبو برفيوجن وعامله شوك. تمام. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي في الامرجنسي روم اللي هقدر بيها اخلص الحاجات دي كلها واعرف منها؟ نقول على السكري البروب الاكسجين البالس اوكسيمتري. تمام. في بالس اوكسيمتري بيركب على صباع العيان وفي بيديني القرايه على طول وفي اللي بيتوصل بالمونيتور. ميزه اللي بيتوصل بالمونيتور ايه؟ انه بيرسم ويفز. الويفز دي لو بترسم كويس معناها ان العيان برفيوز، يعني انا هوصل الضغط لحد طرف صباعه فعمل لي ارتيريال ويف بسيستول ودايستول مرسوم. كل ما الفالس فوليوم ده قل ده معناه ان انا هايبو برفيوز، الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك بريشر قليل. تمام. فممكن بالبالس اوكسيمتري يديني فكره عن البرفيوجن، الاي بي جي هتديني فكره عن البرفيوجن طبعا. انا ببص على الاي بي جي علشان الاكسجين ساتوريشن، عشان الكربون دايوكسيد، عشان البي اتش لو قلت ريسبيراتوري اسيدوز، عشان حاجه كمان اللاكتيك اسيد. لو اللاكتيك اسيد زاد عن 2 معناه ان انا هايبو برفيوز، يبقى انا عندي حاجه ثانيه خطيره. تمام. وهتعمل لي ميتابوليك اسيدوز. فالكام انفستيجيشن اللي في الاول دول مهمين جدا جدا جدا. تمام. طيب ايه ثاني انفستيجيشنز؟ اول ما بشوف العيان كل ده بتكلم مع العيان وبعمل الحاجات الثانيه. طمنت على الفنتيليشن والبرفيوجن، اي حاجه تقدر تعملها عشان تطمن او تسكيور الفنتيليشن والبرفيوجن اعملها وانت في الطوارئ. اوكي. طيب الانفستيجيشنز اللي لازم اعملها اميديتلي بعد كده الاكسجين ساتوريشن ارتيريال بلد جاز. ده اول لو بتقول لي اختار حاجه واحده تتم اختار ارتيريال بلد جاز. اول ما اشوف عيان بالمنظر ده هعمل له ارتيريال بلد جاز. تمام. شويه شويه العيان ابتدى يهدى، سواء كان فالمونري ديما كان نمونيا اكسسيرفيشن، هعمل له اي سي جي. لازم ما ينفعش عيان بريزنتنج باكيوت ديزني ما تعملوش اي سي جي في الطوارئ. تمام. لازم تعمل اي سي جي عشان من الاسباب اللي قلناها الكارديك حاجات كتيره جدا هتعمل لنا لخبطه في الاي سي جي. تمام. عملت الارتيريال بلاد جازز، عملت الاي سي جي، بعد كده في الطوارئ برضه العيان محتاج يعمل تشست اكس ري علشان ابتدي اوصل للكوز. في نفس الوقت انا عمال اتكلم مع الريلاتيفز وعمال اتكلم مع العيان في اي كارديك هيستري، في مشاكل تشست، الحاجات اللي هي مش محتاجين نتكلم فيها لان كلنا بنعرف ناخد هيستري كويس. لكن الاساس قبل ما تعمل ده تشيك السيركيليشن، تشيك الفنتيليشن، نيفر فورجيت اي بي جي واي سي جي وتشست اكس ري. بقيت الحاجات كلها هتعملها بس ما تتاخرش في الحاجات دي. طيب انا بشوف العيان وبعدين طلبت له حاجات، هعمل له معامل، هحجزه وهعمل له اي حاجه. يفضل العيان يبقى متوصل على مونيتور كونتينوس اي سي جي مونيتورنج وكونتينوس بالس اوكسيمتري. تمام. كل ده انا بعمل مونيتورنج للعيان وبعمل انفستيجيشنز وانا في الطوارئ. هبتدي اتدخل قبل ما اكمل الدايجنوز. هبتدي اتدخل امتى؟ لو عندي مشكله في الفنتيليشن او في البرفيوجن. هبتدي المانجمنت بتاعتي من اول ما بشوف العيان. مش هسيب العيان الساتوريشن بتاعه 80% وانا قاعد عمال بدور على حاجات وبنده على واحد وسايبه ساعه ساعتين كده. العيان مش هيستحمل.
اوكي وات ار يو افريد اوف من في الفنتيليشن انا خايف من الكربون دايوكسيد ريتنشن والريسبيراتوري اسيدوس تمام وطول ما انا شغال انا بمونيتور او بركز مع في الفنتيليشن بالذات انا عايز الحق قبل ما نوصل لمرحله الكربون دايوكسيد ريتنشن لانه الكربون دايوكسيد ريتنشن والريسبيراتوري اسيدوس لو دي كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوس لازم يتعملوا ميكانيكال فنتيليشن لا شويه صغيرين العيان ممكن يعرس تمام ف كربون دايوكسيد ريتنشن والريسبيراتوري اسيدوس دي از ا بول ساين دي اخطر حاجه في العيان اللي جاي يبقى فيه تشورن سبرات تمام مش لازم نوصل للمرحله دي طيب لو بنتكلم احنا اتكلمنا قلنا الفنتيليشن والبرفيوجن وعملنا مونيتورنج ووصلناه على بالس اوكسيمتري وشفت الاكسجين عامل ازاي طب العيان ده محتاج اكسجين هوصل الاكسجين ازاي دي حاجه ملخصه ده مش حاجه مكتوبه ده حاجه بيلد اب اكسبيرينس من الناس اللي اشتغلت قبل كده ومن شغلنا احنا قبل كده تمام اي عيان بريزنتنج بهايبوكسيا ساتوريشن اقل من 90% محتاج اكسجين تمام اكتر من 90% مش شرط طب لو ساتوريشن اقل من 90% في عندنا اكسجين ماسك وفي نيزل اكسجين وفي فنتوري ماسك وفي سي باب نون انفيزيف فنتيليشن في انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن تمام هنفكر في كل واحده ونقول نستعملها ايه مين اللي بيدي اكسجين فلو اكتر اكيد الانفيزيف فنتيليشن ده بيوصل 100% تمام السي باب ممكن يوصل حاجه قريبه من كده لو عاملين بروبر متوصل صح من غير اي ليكج هيدينا اكسجين قريب من كده ممكن نوصل لارقام عاليه برده 80-90% بعد كده الاكسجين ماسك ولا نيزل اكسجين مين بيدي اكسجين اكتر ماسك الاكسجين ماسك بيدي اكتر بس ايه الدرو باك بتاعه الاكسجين ماسك ان انا ده حاجه مقفوله بتنفس اكسجين بتنفس الكربون دايوكسيد سايد ويز صغيره خالص فممكن يحصل لي كربون دايوكسيد ريتنشن الحاجه اللي انا عمال بهرب منها بجميع الاشكال تمام طيب يبقى انا لما اشوف العيان اول حاجه هعملها احطه على اكسجين ماسك حاجه نون انفيزيف ومستني يطلع لي الاي بي جي بتاعتي اعرف الوضع بتاعي احطه على اكسجين ماسك الاكسجين بيتوصل في الطوارئ بالليترز الاكسجين ماسك ممكن توصل هاي فلو اعلى حاجه 15 لتر 10 15 لتر اوكي ده هيحسن لنا الساتوريشن بس ممكن يعمل شويه كاربون دايوكسيد ريتنشن فمحتاجه مونيتور العيان اوكي طيب لو لقيت في الاي بي جي ابتدى يبقى عندي هاي نورمال كاربون دايوكسيد يعني السي او 2 ابتدى يبقى في الرينج العالي هو النورمال كاربون دايوكسيد في الاي بي جي لحد كام 45 لا مش 45 طبعا هو اخره 35-36 تمام لو لقيت الكاربون دايوكسيد ابتدى يبقى 30-32 انا هخاف من الاكسجين ماسك هعمل ايه هحطه على نيزل اكسجين نيزل اكسجين ده لو فلو لتر 2 لتر 3 لتر مش هيعلي لي الساتوريشن قوي بس في نفس الوقت مش هيعمل كاربون دايوكسيد ريتنشن تمام طيب مين الاحسن من الاكسجين من النيزل اكسجين الفنتوري ماسك الفنتوري ماسك ده كنترول فنتيليشن ده ماسك بس فيه سايد ويز كبيره بتطلع الكاربون دايوكسيد هيديني اكسجين كتير ومش هيزود الكاربون دايوكسيد قوي تمام بس ده مش موجود في الطوارئ ده هيبقى موجود فوق في الرعايه موجود في الطوارئ لو تقدر تستعمله هنستعمله في الطوارئ الفنتوري ماسك احنا الاكسجين اللي بنستعمله على في الطوارئ على الهيوميديفاير ده من اول لتر او نص لتر لحد 15 لتر الفنتوري ماسك كنترول على حسب الليتر بتاعت الاكسجين اقل حاجه خالص 24-2 يبقى ده هيفيدني في الكربون دايوكسيد مش هيعلي بس الايفكت بتاعته على الاكسجين مش هتبقى كويسه قوي اعلى واحد 60-15 ده بيدي 15 لتر اكسجين 60% هيزود لي الاكسجين احسن بس ممكن يعمل شويه كاربون دايوكسيد ريتنشن اوكي طيب امتى الجا للسي باب او الانفيزيف فنتيليشن لو انا ابتدى يبقى عندي كاربون دايوكسيد ريتنشن يعني الكاربون دايوكسيد عدى 40-50 ساعتها انا مش هقدر استعمل اي نيزل او اكسجين ماسك او فنتوري انا عايز اعمل ووش للكاربون دايوكسيد ده وافضي الالفيولاي بسرعه في طريقتين السي باب ده نون انفيزيف فنتيليشن ده ماسك بيفت على وش العيان بوصله على بوست بريشر سبورت وادي له اكسجين برسنتج ده انا عايز 60-80% 100% من على الفنتيليتر واوصله على وش العيان واخلي العيان يرياكت معاه مثلا ريسبيريت ريت 16 كل ما السي باب ماسك يدي نفس العيان ياخد معاه وبعد كده وقت الاكسبيريشن العيان يطلع مين اللي بياخد نفس العيان ولا الجهاز العيان هو اللي بيكمل النفس فده العيان صح وهو اللي بياخد النفس ده مش حاجه انفيزيف
مش هتعمل لنا مشكله بعد كده فنتليتر اكوايرد نمونيا، لان انا مش موصل حاجه جوه العيان، وهتلحقني في العيان اللي جاي ابتدى يبقى عنده كاربون دايوكسيد ريتنشن ومش عايز اركب له اندوتراكيال تيوب واطول الكورس بتاعه. تمام، اخر حاجه انفيزيف فنتليشن، لما العيان يبتدي يبقى اكزوستد. تمام، ودي حاجه مهمه انه دايما الالكتيف انتيوبيشن دايما كلنا بنعملها متاخر، ودي حاجه لو اتعملت في وقتها صح هيحسن العيان جدا جدا جدا. ليه بنعملها متاخر؟ لان انت بتشوف العيان وعايز تاخد منه هيستوري وطلبت الاي بي جي تتعمل، والاي بي جي اتعملت وقت ما الاي بي جي تتعمل العيان على هاي فلو اوكسجين، اوكسجين ماسك سي 2 عمال يحصل ريتنشن، والعيان تعب بسرعه على بال ما بتبتدي تفكر تلاقي العيان اكزوستد. طب ايه ده؟ ده العيان ابتدى يبقى ساينوز وساتوريشن على البروب الاكسجين ساتوريشن قليل، يلا نعمل انتيوبيشن. هتلاقي العيان على ظهره وهو كان بالمونري ديما، العيان هيقعد. لو الكلام ده اتعمل بدري نص ساعه هتفرق جدا مع العيان. الاكتيف انتيوبيشن في العيانين البالمونري ديما بالذات لو احنا بنتكلم على كارديو كوز باكيو ديزني، البروجنوزز بتاعه كويس جدا، والعيان ما بيحتاجش يقعد على الفنتريتور وقت طويل. يعني انا هعمل له انتيوبيشن بس اديله بوست بريشر يفضي الالفيولاي، اريح نفسه، ادي له حاجه سيناتيف اقلل الريسبيراتوري ريت، ساعتين ثلاثه ويتشال الاندوتراكيال تيوب، ولا حصل فنتليتوري نمونيا والعيان ما كانش بقى اكزوستد قبلها، ولا كاربون دايوكسيد زاد، ولا حصل ايرفيرسبل برين انجري. تمام، ففكره الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن يو شود نيفر بي ليت، وده عمره ما بيحصل من كلنا مهما كان حد صغير وحد كبير، دايما بنتاخر في ده. وجزء كمان من التاخير انك بتبقى خايف انك تنايم العيان عشان تعمل له انتيوبيشن، او تتاخر في الانتيوبيشن والعيان نايم فالعيان يقرس، او تديله حاجه سيداتيف عشان تعرف تشوف الفيو كويس، فعلى بال ما تديله دورميكال او مورفيا العيان بيقرس. تمام، طيب يبقى احنا عملنا الجزء الاولاني كده سريعا، اهتمينا اكتر بالفنتيليشن. البرفيوجن كده كده انا شفت ضغط العيان في الطوارئ، ولو هيحتاج العيان عنده هايبو برفيوجن هحجزه وهكمل المانجمنت بتاعه، بس يهمني في الطوارئ ما اتاخرش في اي حاجه ليها علاقه بالاكسجين ثيرابي. اوكي، طب هنفكر في اسباب شورتنس اوف بريث مختلفه، اكيوت شورتنس اوف بريث مع شويه ساينز او سيمتومز زياده. فيفر وشورتنس اوف بريث ومالو فاكت ماندوكارداكس، فهي ده بتاع فاكت ماندوكارداكس. فيفر وشورتنس اوف بريث صح، نمونيا، شورتنس اوف بريث، شورتنس اوف بريث وهارد فيزيكولار بريذنج ويزز COPD او effective exacerbation COPD او bronchial asthma. Shortness of breath with distended abdomen. ممكن يعمل shortness of breath صح؟ اي حاجة عاملة pressure عالي جوه الابدومن هتعمل لنا shortness of breath. فدي حاجة على جنب كده ما ننساهاش. تمام؟ Shortness of breath with chest pain و ECG changes دي سهلة. Shortness of breath history of chest pain 3 days ago. missed MI و got heart failure صح، acute heart failure. shortness of breath and palpitations tachyarrhythmias. shortness of breath و lower limb swelling diane heart failure و decompensate. في عينين الهارت failure بالذات لو حد جايب acute shortness of breath لازم ندور على precipitating factor من ضمن الحاجات، واحنا بناخد ال history من العيان. طيب احنا كده جينا فكرة على ال acute shortness of breath، وقلنا الحاجات اللي ناخد منها بالنا منها من الطوارئ والانفستيجيشنز اللي لازم تتعمل في الطوارئ، اي بي جي و اي سي جي و تشست اكس راي. تمام، الحاجات دي لازم تبقى افيلبل على طول من غير ما نتاخر على العيان في الحاجات اللي احنا قلناها. هنتكلم على اكيوت بالمونري امبوليزم اللي هو يمثل جزء مش قليل في الاسباب بتاعه الاكيوت ديزني. اوكي، اكيوت بالمونري امبوليزم عايزين يبقى عندنا شويه كلوز من الهيستوري بتاع العيان شككنا فيه في الهيست في السيمتومز، ايه اكتر حاجات بتبقى موجوده، ساينز معينه تشككنا في البلمونري امبوليزم، وبعد كده نتكلم ايه الانفستيجيشنز اللي محتاجين نعملها اول ما نشوف العيان. الكلام ده كله بيتهيألي كلنا نبقى عارفين. ايه الريسك فاكتورز في البلمونري امبوليزم؟ بريفيوس دي دي في ريكومبنسي، حد شايف من ورا ميجر سيرجري، كونتراسبتيف بيلز، تروما، فراكتشر، هارت فيلير، مالجنسي، ثرومبوفيليا. بتهيألي أي حاجة من دول أي حد هيشوف عيان عنده أي هيستوري من دول هيجي في دماغه بالمونري امبوليزم صح؟ في واحدة منهم ممكن ما تجيش في بالنا أوي. دي هارت فيلير. هارت فيلير. وده نسبة مش قليلة من عيان هارت فيلير. ممكن عيان هارت فيلير يجي وعيان هارت فيلير ده عنده سلوبي سيركيليشن، ما بيبقاش بياخد أنتي كوجيليشن، ما بيتحركش عشان نفسه تعبان. وإحنا متعودين إن عنده شورتنس أوف بريث، فيقعد كتير عنده بالمونري امبوليزم وإحنا مش مشخصينه.
هارت فيلير ده من ضمن الاسباب المهمه as a cause of pulmonary embolism. لو انا بفكر في عيان هارت فيلير بريزنتنج ده نوت فور جيت pulmonary embolism من ضمن الاسباب اللي تعمل دي كومبنسيشن للهارت فيلير ومن ضمن الاسباب اللي تخليه عنده شورتنس اوف بريث. عشان كده العيان اللي بيجي بهارت فيلير وبيتحجز في المستشفى بنمشيه على parenteral anticoagulation prophylactic dose. صح. سيمتومز بتاعي سهل قوي مش محتاجين نقول ايه سيمتومز بتاع pulmonary embolism. صح. ما كلام سهل كلنا هنبقى عارفين بس فكره انك تتوقعه صح. شورتنس اوف بريث كريتيك تشست بين انجينال بين اكتر سيمتوم بتيجي هي شورتنس اوف بريث اكيد تمام. كريتيك تشست بين انجينال بين هل تعرف بيجي انجينال بين دي على الرايت فالف ماشي هيموبسيس سينكوب لو لين بين اند سويلنج فيفر. ايه من ضمن الحاجات دول ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منها؟ سينكوب. ممكن يحصل كده اه كومن كومن تيجي واحدة 30 سنة بيجي لها ريكارنت سينكوب الاتاك وقاعدين مش عارفين ايه القصة وقاعدة تعمل الاي سي جي والتر اي سي جي ومحدش مركز ان العينة دي عندها قانون انجليزم. ليه العين قانون انجليزم هيجي له سينكوب؟ لو لين بين وسوالين كل ده مفهوم. سينكوب هي اللي مش هناخد بالنا منها تمام. فلما يجي عيان بريزنتنج بسينكوب بير ان مايند ان في ستراكشرال هارت ديزيزز واحده من ضمنهم الاكيوت بالمونري انجليزم تمام. ساينز ما يهمنيش الساينز خالص, يهمني ان انا اطمن على الفنتيليشن والسيتويشن اللي انا عمال اقوله من اول ما دخلت. شوف عيان جاي بشورت سوبرات بالمونري انجليزم او ايا كان لازم تسكيور الحاجتين دول وتاخد اميديت اكشن لو عندك مشكله فيهم قبل ما تكمل اي حاجه في الاسسمنت وقبل ما تكمل اي حاجه في الانفستيجيشنز تمام. لوور ليمبس بقى كلام سهل. في حاجه تانية كانوا بيقولوا لنا عليها من زمان شورتنس اوف بريث وذ ا كلير تشست از هايلي سجستيف اوف بالمونري امبوليزم. يعني العيان الهارت فيلير هيبقى عنده كريبيتيشنز, العيان اللي عنده هارت فيلير بريزرف جيشن فراكشن اللي عنده كونجشن, العيان اللي عنده تاكي اريثميا ممكن يبقى كونجستد. كل دول هيبقى العيان التشست هيبقى عنده المشاكل لكن العيان بالمونري امبوليزم في الاغلب هيبقى كلير تشست. فانا واحد جاي لي باكيوت شورتنس اوف بريث وترو كومبلينت يعني مش سايكوجينيك ولقيت فيه هايبوكسيا او دي ساتوريشن ولقيت الشست كلير فكر جدا في بالمونري امبوليزم. كاردياك اكزامينشن ده بيتهيألي برضه هتبقوا عارفينها سهله. مشكله على الرايت فنتركل بجميع اشكالها تريكاسبيد ريجستريشن نورمال اس 3 على التريكاسبيد اريا برضه كلام مش هيفرق قوي. لكن لو انا في الاستقبال هدور على ايه؟ لو انا عايز يعني ابقى جامد يعني ودورت على بالمونري امبوليزم شفت عيان بشورتنس اوف بريث وانت كده بتعمل اكزامينشن وانت بتحط سماعه دور على تريكاستيد ريجستريشن ودور على اكسنتويتد سكند هارت ساوند. دي مش حاجه صعبه ده ممكن اي حد يعملها. ده كلو مش لازم تطلعهم صح بس جونك دورت عليهم يبقى انت فكرت في بالمونري امبوليزم تمام. وانت بتعمل اكزامينشن ممكن تبص على رجل العيان مش لازم يبقى فيها حاجه بس انت ساعتها معناها انك دورت على بالمونري امبوليزم. يبقى انا لما باجي اعمل اكزامينشن انا لقيت كلير تشست عملت اوسكالتيشن للهارت بصيت على رجليه. احنا قلنا كل العيانين هيعملوا اي سي جي واي بي جي وتشست اكس راي غير مقبول اي عيان بشورت نصاب بريث من الاستقبال يتحجز من غير ما يبقى عامل الثلاث حاجات دول. اوكي طيب اي سي جي تشست اكس راي اي بي جي اكو دي دايمرز نيجاتيف ريزلتس نوت اكسكلود بالمونري امبوليزم. الكلام ده احنا برضو سمعناه قبل كده كتير. اوكي طب لو فيهم بالمونري امبوليزم هنلاقي ايه؟ الاي سي جي حد عارف؟ اس 1 كيو 3 تي 3 توبول. الاستاذ توبول قال ان دي من ضمن الحاجات الباثوجنومونيك للبلمونري امبوليزم اس 1 كيو 3 وام ال تي ويف يعني شكلها باي فيزيك شويه تمام. لكن الحقيقه دي مش هي الاساس. عندنا رايت فنتريكولار هايبرتروفي دوميننت ار في في 1 اهم حاجه اللي هي لو فعلا بقى هتبان موجوده في كل العينين بلمونري امبوليزم لو هو سيجنيفيكانت سترين باترن. ممكن يبقى عنده سترين من غير دوميننت ار, ممكن يبقى عنده سترين من غير رايت باندل برانش بلوك, ممكن يبقى عنده سترين من غير بي بالمونال, من غير رايت اكسس ديفيشن. وجود السترين بس ده من ضمن الحاجات الكلوز للبالمونري امبوليزم لو انت مركز. ممكن يلخبطك بايه السترين ده وده اللي حصل على مدار السنين يعني ولسه بيحصل وهيحصل. عيان بالمنظر ده تي ويف انفيرجن في الشست ليدز ده عيان نون ستيكي كارسن زون وبيشتكي من شورتنس اوف بريث مع شويه انجينال بين ولا شويه ستيتشنج بين يتحجز العيان على انه نون ستيكي كريسن زون.
فتاني يوم يطلع لنا الاكو نعمل نلاقي ايه المشكله في الرايت سايد. قالوا ليه ده يا جماعه؟ ده طلع كذا، محدش سال، محدش عمل، محدش مش عارف ايه كده. تمام. في ايه تاني؟ في ساينس تاكيكارديا، مش شرط برضه، لان هنا العيان الهارت ريت بتاعه 80 تقريبا. بس من الحاجات المهمه في البلمونري امبوليزم الساينس تاكيكارديا. حتى في الريسك سكورز علشان تسسبكت بلمونري امبوليزم في الجنيفا سكور اللي موجود في الجايد لاينز مديين الساينس تاكيكارديا الهارت ريت اكتر من 100 تاخد 5 بوينتس اكتر بوينتس في السكور. تمام. ده اي سي جي. اي بي جي اللي احنا عارفينه هايبوكسيا ووست اوت كاربون دايكسايد، هايبوكسيا هايبوكابنيا والساتوريشن ديكريز. انا ما تفرقش معايا الاي بي جي عشان تشخيص خالص، انا تفرق معايا الاي بي جي عشان اتدخل لو عندي اي مشكله، لو السي او 2 ابتدى يريتين، ابتدى ينورمالايز، كل دي ساينز مش حلوه. ابتدى يبقى دي كومبنسيتد، يعني السي او 2 عالي والباي كارب كمان معليش، يعني دي كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوسيس، دي مصيبه. ما ينفعش يبقى نايم ومش عارف انه دي كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوسيس، دي كارثه. سي او 2 اكتر من النورمال ايا كان 44 42 ابتدى يبقى 50 60 80 90 ده كارثه. اوكي. فانا يهمني الاي بي جي عشان البروجنوزس. طيب لو انا عملت كل الحاجات وطمنت على الفنتيليشن وطمنت على البرفيوجن وعملت اللي هي خدت الهيستوري من العيان وعملت الاي سي جي واي سسبكتد بالمونري امبوليزم، عايز اعمل كام لاب في الطوارئ بحيث ان انا اوفر وقت كتير على العيان، ايه الحاجات اللي هختارها؟ هختار كاردياك انزايمز. لا تروبونين. تروبونين علشان يقول لنا هل ده عامل سترين ولا لا، ابتدى يبقى في ار بي انفكشن كمان ولا لا مع البريشر لود الجامد. يبقى تروبونين يتعمل، لازم يتعمل. اوكي. ايه تاني لازم يتعمل؟ كرياتينين. ليه؟ عشان اعمل سي تي انجيوجرافي. يبقى انا لما تشوف العيان وشاكك انه بالمونري امبوليزم كرياتينين وتروبونين لازم يتعملوا في الطوارئ. تمام. طيب دي دايمرز عايز تريح نفسك وتعملها اتس فاين، هو كده كده بتهيألي ما بتعملش في الطوارئ اصلا، بس هو المفروض انه سحب الدي دايمرز في عيانين البالمونري امبوليزم مش كل العيانين بيعملوه. يعني ايه؟ العيانين الهاي ريسك بالمونري امبوليزم اللي عندهم هايبوتنشن وشك ما بنعملهمش دي دايمرز. العيانين النون هاي ريسك بالمونري امبوليزم وعندهم هاي كلينيكال بروبابيلتي بالمونري امبوليزم ما بعملوش. تمام. هيفيدني هيفيدني في العيانين اللي هم اللو والانترميديت بري تيست بروبابيلتي، ده كلام جايد لاينز، بس هتعمله لو تقدر تعمله اتس اوكي. الاهم من كده تروبونين وكرياتينين عشان ما تبقاش واقف في الكتف، تعمل ريسك ستراتيفيكيشن للعيان في ساعتها. اوكي. طب ايه دول؟ دول كاردياك ماركرز تانيين غير التروبونين بيقول لنا ان عندنا مايوسايت انج. مين البي ام بي ده؟ ده البرين ناتريوليتيك فلتايل. ومين الاف اي دي بي؟ فاتي اسيد بايندينج بروتين. الحاجات دي ما بتعملش اصلا، بس دي ماركرز اوف مايكارديال انجري. اوكي. عملت تشيست اكس راي، الشكل ده مشهور جدا، ويدج شيبت اوباستي بتاع البلمونري انفكشن. ده مش لازم يبقى موجود في البلمونري امبوليزم، لان البلمونري امبوليزم زي ما قلنا اغلبه بيبقى كلير تشيست واغلبه بيبقى ما عندوش حاجه في تشيست اكس راي. لو انت بقى جامد وعايز بقى تبقى مركز قوي ممكن تاخد بالك لو موجود، المفروض ان التشست اكس راي اللفت بوردر ده اول حاجه الاورطة تحت البلمونري ارتري، تحت اللفت اتريوم، تحت اللفت فنتري. ممكن تلاقي البلمونري ارتري هنا كبير. تمام. ممكن تلاقي هنا الرايت بلمونري ارتري كبير. ممكن تلاقي لونج اوليجيميا زي ما هنا البرفيوجن بتاع اللنجز على الناحيتين قليل، فده غالبا عندنا حاجه كبيره قافله الناحيتين. تمام. وده انفستيجيشن تاني مهم اكو. اوكي. دي صورة الاكو ليه موداليتيز كتير. لا ما اسمهاش كده، هقول لك اسمها ايه. الاكو ليه موداليتيز كتير قوي اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه كنواب لسه بنبتدي. ال 2 دي ايمج يعني ايه؟ صورة 2 دي يعني صورة بتتحرك قدامي. تمام. زي صورة الكرتون 2 دايمنشن. الاكو ده زي تشست اكس راي، الصورة معكوسة، ففين اللفت سايد وفين الرايت سايد؟ لفت ورايت. اي اكو لازم هيبقى معكوس زي التشست اكس راي، ما بتبص هنا تقول ده اللفت بوردر وده الرايت بوردر، فده لفت سايد وده الرايت سايد. اوكي. طيب تتوقع فين الاتري او فين الفنتريكلز؟ مين الاكبر، الاتري ولا الفنتريكلز؟ الفنتريكلز اكبر. في الفنتريكلز يعني الصوره دي عكس اللي احنا متخيلينه الصوره العاديه. ليه؟ لان انا حاطط البروب بتاعي هنا، فانا بحط البروب عند الايبكس فشايف القلب من تحت من عند الايبكس، يبقى ده الفنتريكلز وده الاتري. فين الرايت فنتريكلز؟
ده وده اللفت فنتركل وده رايت اتريوم وده اللفت اتريوم. حلو؟ طيب المفروض نورمالي مين اكبر اللفت فنتركل ولا الرايت فنتركل؟ اللفت فنتركل. هنا مين اللي اكبر؟ الرايت فنتركل. ده ماشي مع قصه البلمونري امبوليزم. طيب المفروض الكونتراكتيليتي بتاعه الرايت فنتركل وقت ما بيحصل سيستول الاثنين وولز يقربوا على بعض، هل ده موجود؟ لا، الرايت فنتركل ما بيعملش كونتراكشن. تمام؟ الرايت اتريوم اكبر من اللفت اتريوم. في هنا بلاك فلويد بره القلب بريكارديال افيوجن ريليتد للرايت فنتركل. اوكي، الجزء الايبكس ده بيكونتراكت وبقيه الوولز مفيش فيها كونتراكشن. حد عارف دي اسمها ساين ايه؟ اركينيزيا. لا، اركينيزيا للوولز سبيرنج الايبكس، اسمها ماكانيزا. دي باثوجنوماليك للبلمونري امبوليزم، ده كلام نظري مش مهم خالص ان احنا نبقى عارفينه، بس الفكره انا لو اديتك صوره اكو مطبوعه فيها المنظر ده، ده معناه ان الرايت سايد عليه بريشر لود اكتر من الليفت سايد. اوكي، وده معناه ان انا عندي بريشر لود على الرايت فنتركل في اكيوت ديزيا، ده تشخيص للبلمونري امبوليزم. في حاجات تانية انفستيجيشنز ممكن تتعمل للبلمونري امبوليزم، احنا عملنا اي سي جي وتشست اكس راي واي بي جي، وبعد كده عملنا اكو لو نقدر، في سي تي بلمونري انجيو لو هنعملها لو احنا هاي بروبابيلتي بلمونري امبوليزم. في حاجات تانية، حاجات انسيلري تاسكس يعني حاجات تزود تساعدك في التشخيص، دوبلكس لوور ليف دوبلكس كومبريشن الترا ساوند. لوور ليف دوبلكس ده معتمد مش انه يشوف الثرومبس اكتر ما انه يلاقي الفين نون كومبريسبل، فبيسموه بدل ما يسموه لوور ليف فينس دوبلكس في الجايد لاينز هنلاقي اسمه كومبريشن الترا ساوند. انت بتلاقي الفين قدامك بتحاول تعمل له كومبريشن ما بيتعملش، فده معناه ان في حاجه قافله، فده اسمه لوور ليف كومبريشن الترا ساوند. ده مفيد، مفيد فين بالذات؟ لو انا ما اقدرش اعمل سي تي بالمونري انجيو، يعني لو واحده حامل وجايب اكيوت شورت نوس اوف عملت اكو لقيت دايجنوزز رايت سايد دايليتد شويه والاي سي جي وتشست بقيه الحاجات مش عامل تشست اكس راي مش عامل سي تي، لو عملت كومبريشن الترا ساوند ولقيت ان انا عندي لوور ليف دي في تي ده يشخص لي بالمونري امبوليزم من غير ما اعمل حاجه زياده، وتحتاج تمشي على ثيرابيتك انتي كواجيليشن. تمام؟ في حاجه ثانيه، في فنتليشن بيرفيوجن سكان ممكن نستعمله، بس ما حدش بيستعمله خالص لانه تكلفته اكتر بكتير من الفايده اللي بنعملها، وفي راديشن برضه، فكده كده لو بتقول واحده حامل هي هتتعرض لاشعه فمش هيفيدني قوي. لو عملت فنتليشن بيرفيوجن سكان الاقي المشكله فين؟ في البرفيوجن. هو الفنتليشن بيرفيوجن سكان ده بيشوف حاجتين، بيشوف اللنج بيرفيوجن براديو ايزوتوب، وبيشوف الفنتليشن اخباره ايه. هنلاقي البرفيوجن اقل من الفنتليشن، تمام؟ برضه محدش بيستعمله. طيب من ضمن الحاجات بقى، ما دام انا شخصت العيان بالمونري امبوليزم لازم تدور على سبب، ومن ضمن الحاجات ما تنساش انه في اسباب زي المالجنسي وثرومبوفيليز ليها انفستيجيشنز معينه بتتعمل، فانت ممكن تشخص العيان بالمونري امبوليزم وتحجزه، وليتر اون وهو عندك في المحجوز ممكن تعمله تيومر ماركرز، ومحدش هيبقى مركز قوي كده، بس انت ممكن تطلع عنده ايه المالجنسي وهي عملت له الفينس ترومبوفيليز وما كانتش متشخصه. ممكن نعمله ورك اب للثرومبوفيليا بعد ما يخرج لو احنا ما عندناش اي بروفوكينج فاكتور للبلمونري امبوليزم. تمام؟ دي صوره دايجنوستيك، ده سي تي انجيوغرافي، ده كات سكشن، ودي ثراسيك فيرتيبرا، فده بوستيرير وده انتيرير الاسترنال، اللي خارج من الانتيرير ستراكشر ده الاسندنج اورتو. الاسندنج اورتا بيجي من هنا وبيلف ويرجع ورا للسندنج اورتا، يبقى انا عندي اسندنج وديسندنج اورتا، وفي النص جاي المين بالمونري ارتري بايفوركيتنج رايت ولفت بالمونري ارتري، كل ده فيلينج ديفكت سندنج تشين امبلس افلا رايت ولفت بالمونري ارتري. المهم ان احنا نبقى عارفين شكله عامل ازاي في السي تي. الحقيقه مهمه، وهي مش حاجه صعبه خالص، لان انت لو مسكت ورقه السي تي في الكاتس اللي بالعرض بالمنظر الاكزيال كاتس كده، لو مشيت بالترتيب هتوصل عند الليفل بتاع البايفوركيشن بتاع البلمونري ارتري، ممكن تلاقي المنظر ده. المنظر ده تشخيصه سهل جدا، مش لازم حد راديولوجي يشخصه. تمام؟ لانه ده حاجه انت شفت عيان في الطوارئ وعايز تشخصه، هيفرق في المانجمنت ايميديت، هي ممكن تحتاج تدي ثرومبوليسز او كده، فانت ممكن تقراه مش صعب. اوكي؟ نورمال دي دايمرز اي سي جي اي بي جي تشست اكس راي اند اكو دو نوت اكسكلود بلمونري امبوليزم. حتى الدي دايمرز، دي دايمرز اللي هي ليها فيري هاي نيجاتيف بريدكتيف فاليو، لو عملت دي دايمرز مش هتستفيد لو عيان هاي بروبابيلتي بالمونري امبوليزم، وعملت دي دايمرز مش هتفيدك حتى لو طلع نيجاتيف، انت عندك البروبابيلتي اقوى فمش الفايده بتاعتها اقل، ولو عيان انترميديت بروبابيلتي بالمونري امبوليزم وعملت له الدي دايمرز
لو مش هاي سنسيتيف اساي مش هتفيدني لانه في لو سنسيتيفيتي اساي حتى لو طلعت نيجاتيف برضه مش هتكسكلود بالمونري امبوليز. فما فيش اي حاجه من دول تكسكلود بالمونري امبوليز. Diagnosis of pulmonary embolism requires a high level of clinical suspicion. Okay? ودي مقولة لأينشتاين دي تنطبق على pulmonary embolism. بمعنى كل ما هنعتمد على التكنولوجي هنمس الحاجات البيزك في الهيستوري أو في الإكزامينيشن اللي هتوصلك للتشخيص. لأن كل التكنولوجي وكل الانفستيجيشنز ممكن تطلع لك نورمال في الآخر. طيب. بصوا احنا خلصنا كده الجزء الأولاني. How to suspect pulmonary embolism, how to diagnose pulmonary embolism. ممكن هناخد كيس ونعرف المانجمنت بالترتيب. والمانجمنت ده الكلام كله جايد لاينز هيبقى ممل شويه معلش بس هو لازم نبقى عارفينه لان احنا مش مجرد بس هنشوف العيان في الطوارئ ونحجزه او نلحق العيان قبل ما يحصل فيه كارثه احنا كمان هنكتب له علاج. اوكي فلو حد زهق انا اسف حقكم عليا ماشي. انا هقول بس في ثانيه اللي انا قلته قبل كده. انا جاي عيان هعتبر ان اللي جالي عيان pulmonary embolism زي العيانه دي. Miss RS is a 40 year old lady presenting to the ER with progressive shortness of breath for 3 days on minimal exertion. She is medically and surgically free. She is on oral contraceptive pills over the last 5 years. احنا عارفين ان oral contraception ده risk factor للpulmonary embolism. والpresentation بتاع pulmonary embolism عادة بيبقى progressive. Shortness of breath progressive على مدار وقت يومين 3 4. العيان كل ما يجي يتحرك يجي له ديزنيا. اول ما يقف الديزنيا تروح. طب انا من الهيستوري كده I suspected pulmonary embolism وهي جايه presenting بشورتنس اوف بريث. هطمن على الفنتيليشن والبرفيوجن بتاعها. هعمل لها اي سي جي واي بي جي وتشست اكس راي وهعمل لها مونيتورنج بالاكسجين ساتوريشن وهي محجوزه وهي موجوده في الطوارئ. وسحبت ايه في الطوارئ لما شفتها؟ سحبت كرياتينين وتروبونين ودي دايمر لانه مفيش وقت اقعد اعمل الريسك سكور او الكلينيكال بروبابيليتي سكور. لقيت الدي دايمر طلع بوزيتيف والتروبونين طالع نيجاتيف. دي دايمر بوزيتيف انا عندي سسبشن اكتر للبالمونري امبوليزم محتاجة بروسيد للفردر انفستيجيشن اللي هو سي تي بالمونري انجيو. لقيت الكرياتين النورمال فبعتها تعمل السي تي بالمونري انجيو تمام. طيب لو انا بوصف قصه عيانه بالمنظر ده المانجمنت بتاعي هيعتمد على ايه؟ على حسب الجايد لاينز. هي هاي ريسك هاي ريسك او نون هاي ريسك اللي هي معناها العيان هايبوتنسيف ولا لا. يعني العيانه اللي هي pulmonary embolism قصه واضحه تماما وكل حاجه متشخصه لازم اول ما اشوفها مع suspecting pulmonary embolism اتاكد البريشر ده البريشر بتاعها عامل ازاي. ده جزء زي ما احنا كنا بنقول من الحاجات اللي بنعملها في الاول. لو العيانه hypotensive يعني ضغطها تحت كام؟ 90 سي. وانا الجايد لاينز لما جه يتكلم على pulmonary embolism ما قالش لا هايبر بيرفيوجن او اعتمد على البلاد بريشر. البلاد بريشر اقل من 90 60 او دروب في systolic blood pressure اكتر من 40. يعني لو عيان نون هايبرتنسيف وضغطه 150 متقاس قبل كده وجالي ضغطه 100 ده حصل دروب في البلاد بريشر اكتر من 40 ده سسبكت انه اخلي العيان في الهاي ريسك كاتيجوري شوك اور هايبوتنشن تمام. والشوك اللي هي الديفينيشن بقى كل الحاجات اللي احنا قلناها. يعني مش شرط انه يبقى شوك علشان اعتبره هاي ريسك. لا الهايبوتنشن لوحده بالبلاد بريشر او بالدروب في السيستوليك بلاد بريشر ده يخلينا في الهاي ريسك كاتيجوري. الشوك بتشخيص الشك اللي احنا قلنا عليه في الاول كل الحاجات اللي انا اول ما شفت العيان دورت عليها. لو لقيت العيان هاي ريسك همشي في سكه ولو لقيت العيان لو ريسك او نون هاي ريسك همشي في سكه. لو لقيت العيان هاي ريسك ايه اللي المفروض اعمله؟ ولا هعمل دي دايمر ولا هعمل تروبونين. انا حتى الكرياتين اللي ممكن ما استناش عليها وابقى عارف بالهيستوري انه كويس. اول حاجه تتعمل في عيان بريزنتنج بالمونري امبوليزم وهايبوتنشن او شك سي تي بالمونري امبوليزم. هل في بديل؟ لا سي تي بالمونري انجيوغرافي. يعني هتخيل معاك في الطوارئ ان انا العيان ده لازم اعمل له سي تي بالمونري انجيوغرافي لان ده هاي ريسك والكلينيكال سيناريو بتاعه ماشي جدا في بالمونري انجيوغرافي. طب لو ما عنديش سي تي بالمونري انجيوغرافي اقدر اعمله او العيان عنده رينال امبيرمنت وخايف اعراضه تسبب ممكن نعمل ايه؟ اكو. طب هل الاكو يبقى بديل عن السي تي؟ انا هعمل اكو وبعد ما خلصت الاكو استنى العيان يروح السي تي ورد. الا لو العيان تحريكه صعب مش هقدر اوديه خالص يعمل سي تي. ساعتها مجرد اعتمادي على الاكو مع الكلينيكال سيناريو بتاع العيان ممكن ابتدي العلاج. علاج الهاي ريسك بالمونري امبوليزم ايه؟ في كلمة احسن؟ قول يا ميرنا بالملك قاعدة نايمة طول البتاع. ايه كلمة احسن من ترومبوليتر؟ ريبرفيوجن صح. ليه؟ لانه الريبرفيوجن مش مجرد ترومبوليتر.
في ثرموليتكس وفي ميكانيكال في سيرجيكال كاتيجينيس في كذا كاتيجوري. مش لازم اديله ثرموليتك لان ممكن العيان يبقى ببساطة عنده كونتر انديكيشن ابسوليوت كونتر انديكيشن فور ثرومبوز. فالكلمه الصح علاج الهاي ريسك بالمونري امبوليز ريبرفيوجن استراتيجي هو ده اللي هاخده. والمانجمنت بتاعي اول ما الاقي عيان احنا عدينا على القصه الاولانيه كلها لو لقيت عيان وصلت خلاص ان الكلينيكال سيناريو سجستنج بالمونري امبوليز والعيان ده هاي ريسك لازم تو جو فور سي تي بالمونري انجيوغرافي. البديل الوحيد ليه اكو لو انت مش قادر تودي العيان يعمل السي تي او سي تي مش ايميديتي افيلبل ممكن ابتدي علاج بناء على الاكو والكلينيكال هيستوري بتاعي او التشخيص بتاعي في الكلينيكال من غير سي تي. تمام ممكن العيان ده يجي الطوارئ ويتشخص على انه اكيد كرامري سندروم ويخش القسطره على اساس انه اكيد كرامري سندروم ونصور الكرامري ان هي هيموجن. برضه جايد لاينز قالت حاجه فانتسي شويه ومحدش بيعمل الكلام ده لانه احنا خلاص ما عدناش بنوصل للمرحله دي في الميس دايجنوزز يعني عاده اللي بشخصنا قبل كده كتير. لو العيان دخل القسطره وانت عندك شك انه عنده بالمونري امبوليزم ولقيت الكرامري نورمال ممكن تعمل ايه دايجنوستيك تست؟ ستيب اب يعني في فرق اوكسجين ساتوريشن ما بين تشامبر وتشامبر. هنا مش هيبقى فيه لان ما عندناش شنطه اصلا. ممكن تعمل ار في انجيوجرام لو صورت الرايت فنتركل من فينس فانكشن دخلت الفيبرال فين اي بي سي رايت اتريوم رايت فنتركل واديت سمكه هيبان لي فيلينج ديفكس في البالمونري. دي حاجه فانتزي ما بتتعملش وكلاس 2 بي في جايد لاينز مش مهم. الحاجه الكلاس 1 الاكيده اللي لازم نعملها للعيان ده سي تي بالمونري انجيوجرافي. نكست ستيب ريبرفيوجن استراتيجي. اوكي ده الجايد لاينز. عيان سسبكتد بالمونري امبوليزم وذ شوك وقلنا تعريف الشوك او هايبوتنشال وقلنا تعريف 90 60 او دروب اكتر من 40 ان ابسنس اوف اذر كوزز اوف هايبوفوليميا او سبسس. ده تكمله الصف. طيب سي تي موجود هروح اعمل على طول سي تي لو طلع بوزيتيف هبتدي ريبرفيوجن زي ما ميرنا قالت. لو طلع نيجاتيف ادور على سبب تاني خلاص. طيب لو سي تي مش موجود هعمل اكو لقيت ار في اوفرلود. لو مفيش ار في اوفرلود ادور على سبب تاني. طب لو في ار في اوفرلود هعمل سي تي. هعمل سي تي الا لو العيان مش قادر يتحرك العيان لو هنا الافيلبل والبيشنت ستابلايزد هعمل سي تي. لو مفيش حاجه افيلبل والبيشنت انستابل هعتمد على ده بس ان انا ابتدي ريبرفيوجن استراتيجي. تمام هل في حاجات تانية كونكلوسيف زي السي تي من ضمن الايمجنج تاستس اللي قلناها؟ الترانثراسيك اكو بنشوف اول موداليتي اللي هي اهم واحده 2 دي لقينا الرايت فنتريك الكبير ولقينا الايبكس بتتحرك وبقيت الفنتريك ما بيتحركش اللي هي المكان ساين. ممكن كمان الاقي ثرومبس في البلمونري ارتش بالترانثراسيك اكو ساعتها ده هيبقى بيشخص بلمونري امبوليزم ساعتها ممكن ما اعملش سي تي بلمونري ارتش. طيب لو العيان انستابل ومش قادر اعمل له سي تي ومش متاكد قوي بالترانثراسيك اكو وعايز ادور على امبوليزم ايه الموداليتي ممكن تبيني في الهاي ريسك بيشنتس؟ ترانسوسوجيال اكو برضه ده كلام فانتزي مش ترانسوسوجيال اكو هشوف الار في اوت فلو تراك احسن ممكن اشوف الامبلس في البلمونري ارتري رايت او ليفت اشوفها بالظبط. تمام برضه كل دي حاجات ما بتستعملش. احنا اللي يفرق معانا انه عيان هاي ريسك بلمونري امبلسم يكون سي تي بلمونري انجيوجرافي او ترانسوسوجيال اكو كارديوجرافي لو السي تي مش افيلبل. تمام خلاص ما انا لو ايكو نورمال مش هكمل تدوير. الايكو نورمال الايكو دازنت اكسكلود بس ده هاي ريسك يعني امبلس كبيره وصلت العيان اللي يبقى شوك. الامبلس او الثرومبس اللي هتخلي العيان شوك لازم تبقى عامله ايموداينامك كونسيكونس. ما ينفعش عيان بالمنظر ده يبقى عنده الاي بي جي نورمال. ما ينفعش عيان بالمنظر ده يبقى عنده الايكو نورمال. ما ينفعش عيان بالمنظر ده ما يبقاش الاي سي جي في ار بي سكيل. تمام اللي ممكن يبقى كده العيانين النون هاي ريسك بالمونري امبلس. تمام هنيجي للنون هاي ريسك بالمونري امبوليزم. هو في الاخر البالمونري الجايد لاينز عشان تبقى بتتكلم بالجايد لاينز بقى لو انت بتشوف عيان في الاستقبال وعايز تكومنت كانك واحد قال جايد لاينز انا شفت عيان بالمونري امبوليزم هكومنت عليه اقول ايه؟ هاي ريسك بالمونري امبوليزم خلاص فور ريبرفيوجن صح؟ نون هاي ريسك بالمونري امبوليزم في انترميديت او لو ريسك صح؟ يعني ممكن اقول انترميديت ريسك بالمونري امبوليزم او لو ريسك بالمونري امبوليزم. طيب لو هو نوت هاي ريسك غير اللي هما الانترميديت واللو ريسك في حاجه ثانيه بتفيدني وانا بدور بعمل انفستيجيشنز او في كلينيكال بروبابيلتي. كلينيكال بروبابيلتي دي بتقول لي قد ايه انت شاكك في بالمونري امبوليزم مش الكونسيكونسز بتاعت البالمونري امبوليزم عامله ازاي اللي هي الهاي والانترميديت واللو. عندنا بروبابيلتي هاي بروبابيلتي وانترميديت بروبابيلتي ولو بروبابيلتي دي حاجه والريسك ستراتيفيكيشن حاجه ثانيه. دي حاجه بروجنوستيك اللي هي ريسك ستراتيفيكيشن
والprobability for diagnosis. تمام؟ أنا ممكن أقول intermediate مثلا أقول high probability intermediate risk pulmonary embolism. الكلام ده أنا هفهم منه إن أنا شاكك جدا في pulmonary embolism، ولو هي pulmonary embolism هي مش ولا high risk ولا low risk، هي intermediate risk، يعني نوع pulmonary embolism اللي عامل لي RV strain بالإيكو أو بالماركرز. تمام؟ فده revised Geneva score، ده for clinical probability. والسكور ده مهم في الردود على الكوستات، لو بتشوف عيان وبتقول انا شاكك في قد ايه انه عنده pulmonary embolism هجمع السكور ده. اعلى حاجه فيه 5 للهارت ريت اللي اكتر من 95. المفروض السكور ده لو اكتر من 11 معناه ان انا high probability of pulmonary embolism، معناها ان انت ما تاخدش العيان ده لايكلي، دور اكتر على pulmonary embolism، معناها انك العيان ده ما تعملوش دي دايجنوز، ده high probability، proceed على طول لل CT. تمام؟ لو عيان intermediate او low probability انا بالعكس شويه، اه العيان ممكن يبقى pulmonary embolism بالريفايز جينيفا سكور، بس اعمل دي دايمرز الاول. والله دي دايمرز طلعت نيجاتيف، خلاص يا جماعه ده ما عندوش. دي دايمرز طلعت بوزيتيف، هكمل السكه واعمل السي تي. تمام؟ السكور ده لازم كلنا نبقى عارفينه علشان لما نيجي نرد على اي ريكوست. لو حد بيقول لك ده عيان pulmonary embolism، والله يا جماعه هو بالجينيفا سكور السكور بتاعه اقل من 3، فده عيان لو probability pulmonary low clinical probability pulmonary embolism، اعملوا له دي دايمرز ولا لا؟ لا يا جماعه العيان ده high probability pulmonary embolism اعملوا له CT. هيفرق؟ اه هيفرق في الديسيجن. تمام؟ هو هنمشي بالجنيفا مش الويلز سكور؟ في الجنيفا وفي الويلز سكور، مش مطلوب انك تعرف اثنين، انت لو عرفت واحد كويس جدا. غير انه كمان في الجنيفا والويلز، الجنيفا ليه اثنين سكورز، اوريجينال فيرجن وسمبليفايد فيرجن. في سكور لحد اكتر من 11، وفي السكور الثاني السمبليفايد اكتر من 3 يبقى high probability، مش محتاج تعرف كل ده. هو ده اكتر واحد انا كنت ببقى عارفه وبمشي بيه، الريفايز جينيفا سكور. كلها حاجات ريسك فاكتورز بالمونري، وكل ما الريسك فاكتور دي زادت بقت البروبابيلتي اكتر فور بالمونري امبوليزم. طيب يبقى لو عندنا عيان نون هاي ريسك بالمونري امبوليزم هشوف الكلينيكال بروبابيلتي بتاعته، لقيتها هاي هعمل له سي تي انجوجر، لقيتها انترميديت او لو هعمل له دي دايمرز، طلعت بوزيتيف هعمل له سي تي انجوجر. هل الايكو دوره فين؟ الايكو هنا دوره مساعد مش تشخيصي، يعني انا كده كده هعمل ايكو في اي ستيب من دول، بس مش هشخص بيها البلمونري امبوليزم. اوكي، نيجي بقى للجزء الاهم، العيانين اللي مش هاي ريسك بلمونري امبوليزم اللي ما عندهمش هايبوتنشن او شوك، لازم اقول الريسك بتاعه العيان ده لو ريسك ولا انترميديت ريسك اوف بلمونري امبوليزم. هيفرق معايا في ايه في المانجمنت؟ العيان الهاي ريسك علاجه هي بيرفيوجن، العيان الانترميديت ريسك علاجه انتي كواجيليشن، العيان اللو ريسك علاجه انتي كواجيليشن. طب ايه الفرق ما بين اللو والانترميديت ريسك؟ واحد في الوورد واحد. العيان اللو ريسك ممكن احجزه في الوورد وممكن امشيه، هبقى شخصته بالبلمونري امبوليزم ممكن اعالجه في البيت. تمام؟ العيان الانترميديت ريسك لازم يتحجز، العيان الانترميديت ريسك محتاج مونيتورنج يعني يتحجز في الرعايه، وممكن في باك دور ان انا بدل ما اديله انتي كواجيليشن اديله ريبرفيوجن، يعني اديله ترومبوليسيس او ريبرفيوجن امبولكتومي. تمام؟ العيان اللو ريسك مفيش اوبشن انك تديله تعمله ريبرفيوجن، فده الفرق ما بين اللو والانترميديت ريسك. حاجه ثانيه، هو الموضوع كله احنا البلمونري امبوليزم ده عنوان كبير اسمه فينس ترومبوليزم، احنا بنتكلم ان شورت على البلمونري امبوليزم. هما لقوا انه كل السيستم الفينس سايت من اول اللور ليف فينز والديب فينز لحد البلمونري ارتري ده سيستم واحد، فده على بعضه اسمه فينس ترومبو امبوليزم. العلاج بتاع ده هو هو العلاج بتاع ده، يعني العيان اللي عنده دي جي تي هو نفس العلاج اللي هنعمله هنا. هندور على البلمونري ارتريز عاملاها ازاي ويمشي على انتي كواجيليشن، ولو عنده هاي ريسك هنعمله. اوكي؟ طيب العيان اللو بروبابيلتي او الانترميديت بروبابيلتي هنعمله ايه؟ دي دايمرز. العيان الهاي بروبابيلتي سي تي على طول. العيان الانترميديت ريسك عامله ايه؟ ماشي على انتي كواجيليشن بلس ماينس ريبرفيوج. العيان اللو ريسك ممكن احجزه وممكن امشيه. طب ازاي افرق ما بين انترميديت ريسك ولو ريسك بالمونري امبوليزم؟ هاي ريسك عرفنا تشخيصها ازاي؟ شوك او هايبوتنشن. الكلام ده كله جايد لاينز، ده البراكتس بتاعنا. فانا لقيت عيان شخصته وطلع هاي ريسك، خلاص هعمله ريبرفيوجن وقلت ان ده هاي ريسك بناء على كذا وكذا. لقيت عيان نان هاي ريسك، نان هاي ريسك هعمله ايه الاول؟ دي دايمر. وشخصته بالدي دايمرز انه انت بتتكلم على نون هاي ريسك بالمونري امبوليزم، ماشي نون هاي ريسك بالمونري امبوليزم هعمله كلينيكال بروبابيلتي قبل ما اعمل دي دايمز، ده خدت من بعض.
اشوف البروبابيليتي، لقيتها هاي بروبابيليتي اعمله سي تي، لقيتها لو او انترميديت بروبابيليتي هعمله دي دايمرز وبعدين سي تي. طيب في نفس الوقت العيان النون هاي ريسك ده ايه اللي انا بعمله كلينيكال بروبابيليتي؟ هعمله ريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت ازاي بقى؟ ايه اللي يقول لي فرق ما بين اللو والانترميديت ريسك؟ حاجتين، ايمجينج وباي ماركرز. اي ايفيدنس اوف ار دي ديسفانكشن. ايمجينج معناها ان عندي بالاكو رايت فنتريكل دايليت او بالسي تي رايت فنتريكل دايليت، واللابس الماركرز هي التروبونين والبي ام بي، والتالت اللي هو الفاتي اسيد بايندينج بروتين. لو لقيت دول البوزيتيف الاثنين بوزيتيف هيبقى انترميديت ريسك. تقسيمه زياده على الانترميديت ريسك، انترميديت هاي وانترميديت لو. انترميديت هاي لو عندنا ايمجينج وكلينيكال ايمجينج ولابس الاثنين عاليين، لكن لو واحده بس عاليه تبقى انترميديت لو ريسك. اوكي، هتفرق ايه انترميديت هاي وانترميديت لو؟ انترميديت هاي اللي هي بالاورنج دي هي اللي فيها سكه ان انا اقدر ادي ثرومبوليسيس. انترميديت لو او اعمل ريبرفيوز، انترميديت لو ما بيتعملهاش ريبرفيوز. اوكي، في حاجه كمان ممكن اعمل بيها ريسك ستراتيفيكيشن غير الايمجينج وغير اللابس، في حاجه ثالثه اسمها بروجنوستيك اندكس، بيزي سكور، بالمونري امبوليزم سيفيريتي اندكس. البيزي سكور داخل فيه ايتمز كتيره جدا وبنحسب السكور في الاخر لو اكتر من 125 ده معناه انه هاي ريسك بالمونري امبوليزم، انترميديت هاي ريسك بالمونري امبوليزم. 4 و5 دول انترميديت هاي ريسك دايما مكتوب هنا. بيزي كلاس 4 3 او 4 او 5 ده هيدينا بوزيتيف، هيخليه انترميديت هاي ريسك بالمونري امبوليزم. اوكي، مش لازم نعمله ده حاجه ادفانس، مش هتفرق، اللي يفرق معانا الايمجنج واللابس. عشان كده لما شفنا عيان بالمونري امبوليزم في الاول عملنا له تروبونين، عملنا له اكو علشان نعرف لو هو انترميديت ريسك ده انترميديت هاي ولا انترميديت لو. نيجي للمانجمنت بقى، العيان الهاي ريسك هنعمله ريبرفيوجن، العيان الانترميديت ريسك همشيه على انتي كواجيليشن واحجزه في الرعايه واعمله كلوز مونيتورنج فور اني ساين اوف هيمودايناميك ديتيريوريشن علشان ياخد ريبرفيوجن ساعتها. العيان اللو ريسك همشيه على انتي كواجيليشن ممكن اروحه بيه، صح؟ طيب في دايلما من زمان، العيانين اللي بيتهجزوا عندنا في الرعايه بالمونري امبوليز ويطلع الرايت سايد في الايكو دايليتد والتروبونين عادي فانترميديت هاي ريسك، المفروض الدايلما بتقول هياخد انتي كواجيليشن وتعمل له ريبرفيوجن لو بقى فيه هيموداينامك ديتريريشن. يعني انت قاعد العيان سواء في الرعايه معاده في الرعايه وقاعد بتمونيتور الضغط بتاعه، لو الضغط نزل او العيان بقى شط ساعتها هتجيب له اعمل له ريبرفيوجن. الجاي لاينز قالت كده، بس هتلاقي في البراكتس لما يجي عيان بالمونري امبوليزم وعملنا السي تي لقينا الامبوليزم واخده المين بالمونري بالبايفوكيشن والساتيريشن بتاعه 90% وتروبونين بوزيتيف والرايت سايد دايركت ده انترميديت هاي ريسك، اغلب الناس هتبروسيد دايركتلي فور ثرومبوليسيس حتى لو العيان مش هاي ريسك مش هيموداينامك ادياستيك. تمام، العيان بيتحسن اه العيان بيتحسن، ايه الخوف الوحيد؟ من الانترا كرينيال هيمريدج، فهي ريسك بان بس ترايلز بقى لما اتعمل بره قصه الرايت بانف ترايلز لقيت ان العيانين دول بيستفيدوا اكتر لو خدوا لو عملوا ريبرفيوجن اكتر من انك تعمل فولو اب. لان انت لو فضلت ماشي على انتي كواجيليشن فولو اب ممكن يقعد وقت طويل العيان من غير اي امبروفمنت محسوس. تمام، شوكو هايبوتنشن يس، يبقى ده هاي ريسك بالمونري امبوليزم هعمل برايمري ريبرفيوجن. نو، هعمل الاول هشوف الكلينيكال بروبابيلتي لقيت عشان اشخص، شخصت بالمونري امبوليزم هشوفه هو انترميديت ولا لو ريسك على حسب البيزي سكور، مش مهم، على حسب الايمجنج وعلى حسب اللابس. لو واحده بوزيتيف هيبقى انترميديت لو ريسك، لو الاثنين بوزيتيف هيبقى انترميديت هاي ريسك، لو كله نيجاتيف هيبقى لو ريسك. لو ريسك مش مكمله في الصوره، لو ريسك هنا انتي كواجيليشن اند ديسشارج. لو هو انترميديت لو ريسك هوسبيتاليزيشن وانتي كواجيليشن، لو انترميديت هاي ريسك انتي كواجيليشن مونيتورنج كونسيدر ريسك بيرفيوجن. ومونيتورنج دي اهم حاجه عشان لما تيجي برضه ترد على ريكوست عيان هتقول الجمله الاتيه، هاي بروبابيلتي انترميديت هاي ريسك بالمونري امبوليزم فور كلوز مونيتورنج اند ريكونسلتيشن. يبقى هتمشي العيان على انتي كواجيليشن وتفضل متابعه كويس، ما ينفعش ما تقولوش ما تتابعش العيان لانه ما يرميش العيان ويجي له بعد كده اي هيموداينامك انستابيليتي وما نعملوش ريبرفيوجن.
طب دي تجميعا للعلاج بتاع الهايرس بالمونري انجلزم اللي احنا حجزناه في الرعايه. انت شخصته من الطوارئ وعملت السي تي بالمونري انجيو عشان هو هايرس، ما عملتش دي دايمر عشان هو هايرس، ما عملتش تروبونين وما عملتش بقيه الحاجات لان انت خلاص شخصته هايرس بالمونري انجلزم. الحاجه الوحيده اللي عملتها هي كرياتينين وسي تي بالمونري انجيو، شخصته هايرس بالمونري انجلزم. في الطوارئ على طول هبتدي فنتيلاتري وسيركيلاتري سبورت. العيان ده محتاج سيركيلاتري سبورت اكيد لانه شق، فانا محتاج اصلح الشق. هصلح الجاك ازاي؟ فلويدز، هعمل تشالنجنج للرايت فانتريكل. رايت فانتريكل كل ما تديله فلويدز تزود عليه البيلود يزود الكونتراكتيفيتي على حسب الستارلينج دو. فيبقى انا العيان الهاي ريسك فالمونري امبوليزم لازم اديله فلويدز وفازو بريسرز. ممكن الفازو بريسرز تساعدني ترفع الضغط شويه. انا محتاج الضغط ليه يبقى عالي وانا بدي بيه برفيوجن علشان السيركيليشن يبقى شغال والثرومبوليتيك يوصل للبالمونري ارت. لو الضغط قليل خالص ضخ الدم هيبقى قليل واقعد وقت كتير جدا على بال ما الترومبوليتيك ده يشتغل ويوصل للبالمونري تري. يبقى العيان الهاي ريسك هيحتاج فنتيلاتوري سبورت، لازم هيحتاج لانه الامبلس اللي قافل البالمونري ارتري بالشكل ده هتبقى عامله ديساتوريشن باين على العيان. لازم اخد بالي ان انا ابتدي له على طول سواء نيزل اكسجين، اكسجين ماسك، فنتوري ماسك، سي باب او انفيزيف فنتيليشن على حسب الاكسجين ساتوريشن والكربون دايوكسيد. صح. طب الريبرفيوجن ليها كذا طريقه. اشهر طريقه اللي قالتها مين قال هي مين قالت الريبرفيوجن؟ اشهر طريقه ترومبوليت. والثرومبوليسز اللي بنستعمله في المستشفى هو هو نفس السيتو بانيس الميكارديال انفاركشن، هو هو علاج الهاي ريسك بالمونري امبوليزم لكن بيتقال عليها زمان بس البالمونري امبوليزم. ستريبتو كاليز هو ترومبوليتيك اوف تشويس، مش اوف تشويس، هو ده اللي موجود لكن في حاجات احسن منه. تيشو بلازمينجن اكتيفيتد تي بي اي، تمام؟ ده مش موجود عندنا احنا اللي هنبقى بنتعامل بيه هو الستريبتوكوكس. ده واخد كلاس في الجايد لاينز كلاس 1، يعني لازم يتعمل لاي عيان هاي ريسك بالمونري امبوليزم. سؤال، لو العيان عنده ابسولوت كونتر انديكيشن للثرومبوليسيس هنعمل ايه؟ بالمونري امبوليكتومي سيرجيكال او بيركيتينس. سيرجيكال بالمونري امبوليكتومي دي مش هاي ريسك سيرجري، عمليه مش صعبه بس احنا ما حدش هنا بيعملها خالص. انه عيان يبقى هاي ريسك بالمونري امبوليزم وعنده كونتر انديكيشن انك توديه جراحه يشيلوا الامبلس دي بالجراحه، ده كلاس 1 في الجايد لاينز بس احنا ما حدش بيعمل كده. كلاس 2 ايه؟ لو العيان هاي ريسك بالمونري امبوليزم وعنده ابسولوت كونتر انديكيشن فور ثرومبوليسيس تعملها بيركيتينيس. يعني ايه بيركيتينيس بالمونري امبوليكتومي؟ ده سيرجيكال امبولكتوم، دي ساد الامبلس مطلعينها من المين بالمونري ارتري، فتح البالمونري ارتري وطلع الامبلس وقفل تاني. ده بيركيتينيوس امبولكتومي. فكرتها ايه؟ زي القسطره لما بنلاقي امبلس جوه كرونري ارتري او ثرومبس قافل الكرونري ارتري خالص. عندنا كذا طريقه ان احنا نطلعها، ممكن ننفخ بالونه فنعملها نحشرها على الوول فتروح ديستال امبولايز حاجات صغيره، وممكن نعمل اسبيريشن كاثيتر اللي هو ساكشن، ادخل حاجه قسطره بحجم صغير على الامبلس دي واعمل نيجاتيف ساكشن فتروح مشفوطه جوه وتطلع لي. وممكن اعمل حاجه بديفايس اسمه انجيوجيت، تدخل جهاز على قسطره وتدي ميه من بره ببريشر عالي قوي تطلع الميه من الجناب تفتت الثرومبس دي. تمام، ده اللي بالميه ترومبس اتفتتت امبولاي صغيره خالص وهتروح فيري ديستال سيجمنتال بالمونري ارتري برانشز فتحل المشكله. ده مش احسن من الجراحه، الجراحه رقم واحد وده رقم 2 ايه. في مصر هنا ما حدش بيعمل لا ده ولا ده، الاوبشن الوحيد بالنسبه لك هو الثرومبوليسيس. ولو العيان عنده كونترا انديكيشن بنقعد جنبه مش عارفين نعمل ايه. يعني هم ما حدش بيعمل عشان ما حدش بيعرف يعمل العمليه ولا ما حدش بيفوكس العمليه وبيفضل مستني ان هو يعمل السيرجي؟ مش كتير بيشتغلوا السيرجي دي فوق. محدش بيعملها. والقسطرة وي ار نوت يوزد ان احنا نعمل القسطرة في البالمونري امبوليزم، لانك كمان لما تفكر على الانديكيشن كام عيان هاي ريسك بالمونري امبوليزم شوك وعنده ابسولوت كونترا انديكيشن فور ثرومبوليسيس. نسبة العيانين مش كتيرة، انت ابسولوت كونترا انديكيشن فور ثرومبوليسيس هي حاجات السي ان اس والتروما والفراكشر والريسنت سيرجي، هتلاقي في الاخر العيانين اللي ينطبق عليهم دول نسبتهم قليلة. تمام؟ طيب ثرومبوليسيس، حد عارف جرعه الستريبتوكينيز في الاكيوت بالمونري امبوليزم؟ نفس 1.5 مليون. 1.5 مليون
في الميوكارديال انفاركشن بيتاخدوا زي 1.5 مليون، بيتاخدوا على 30 دقيقه، من 30 ل 60 دقيقه، 30 دقيقه، وبتبقى مونيتورنج ضغط العيان وانت بتديله، وبتديله انتي هيستامينيك وكورتيكوستيرويدز وانتي هيماتيك وهافرين قبلها. فالبرمانيا باسم الجرعه هي 1.5 مليون، بس بتتاخد ازاي؟ بتتاخد على مدار ساعتين. يعني انا هاخد 1.5 مليون وحده واحطهم على السيرنج بامب واشغلها بمعدل 25، يبقى الجرعه كلها تخلص في ساعتين. تمام. ثرومبوليتيك دوز ستريبتوكينيز 1.5 مليون اوفر 2 اورز، هي دي الجرعه اللي كلنا بنستعملها. الجرعه الثانيه دي اولد ريجيمن، ما حدش بقى بيستعمله دلوقتي، مش محتاجين نعرفه. اوكي. التي بي اي الامبول بيبقى 50 مللي جرام، بنحط 2 امبول يعني 100 مللي جرام على مدار ساعتين برضه. تمام؟ الكلام ده مكتوب في الجايد لاينز. انا تعبت صراحه، هو فاضل 10 دقايق خلاص قربنا نخلص، هنقول اللي باقي بسرعه. انا كنت متخيل ان انا اوصل للسلايد دي ابقى خلاص وقعت، وهي دي الحقيقه فعلا. ف هنقول اللي باقي بسرعه. احنا خلصنا الهاي ريسك كمبوننت انجلز، وعرفنا العلاج بتاعه ميديكال وسيرجيكال وبيركيتينيوس، وما نسيناش الفنتيليشن والبرفيوجن لان الاثنين دول هيبقوا واقعين عند العيان. اوكي. النون هاي ريسك كمبوننت انجلز سواء انترميديت او لو، الفرق ما بينهم مكان العلاج، والفرق ما بينهم المونيتورنج، والفرق ما بينهم الانديكيشن فور ريبرفيوجن، صح؟ بارنترال انتي كواجليشن. بارنترال انتي كواجليشن انا حجزت العيان في الرعايه علشان امشيه على ادويه سيوله العيان البلمونري بليز، هو ده العلاج الوحيد بتاعه، صح؟ لو هو مش هاي ريسك مش هياخد ترامبولز. جرعات الادويه ايه؟ جرعات الادويه هابرين او انوكسابارين او فوندابارينوكس. مين احسن حاجه في النون هاي ريسك بالمونري امبوليز؟ اكيد مش الهابرين. الهابرين بنستعمله في الهاي ريسك بالمونري امبوليز. ليه بستعمل الهابرين في الهاي ريسك بالمونري امبوليز؟ عشان ليه شورت هاف لايف، فانا مدي دواء سيوله رهيب اللي هو ثرومبوليتيك. اول ما يحصل اي مشكله مقوله على الهابرين اروح اوقف الهابرين في ساعتها، يبقى انا اقدر اتحكم في الدوز بتاعتي بالهابرين. الهاف لايف بتاعته قصير 4 ساعات. الانوكسابارين والفوندابارينوكس الهاف لايف بتاعتهم 12 ساعه و24 ساعه، فلو اديته وحصل مشكله مش هتقدر تريفيرت ده. فالهاي ريسك بالمونري انجلز الانتي كواجليشن اوف تشويس هابرين، وبنبتدي الهابرين بعد ما بنخلص جرعه الستريبتوكاينيز، او ممكن ابتدي الهابرين مع جرعه التيشو بلازميجن اكتيفيتور. يعني التي بي اي ممكن ادي الهابرين مع الستريبتوكاينيز لا. والهابرين بيتاخد ازاي في البالمونري انجلز؟ بيتاخد انفيوجن لودنج ومانتنس انفيوجن، ما بيتاخدش شوتس كل 4 ساعات زي الاكيوت كرونري سندروم. بيتاخد لودنج 80 يونت بير كي جي، ذن 18 يونت بير كي جي بير اور، وبظبط البي تي تي 2 2.5 تايمز النورمال. تمام؟ الفيرست تشويس في الهاي ريسك بالمونري انجوليزم. طب امتى استعمل الهابرين في النون هاي ريسك بالمونري انجوليزم؟ لو انا عيان انترميديت هاي ريسك ومتوقع ان انا احتاج ريبرفيوجن هخليه على الهابرين عشان وقت ما احتاج اروح موقف وادي، وبعد ما اخلص ارجع، ولو حصل مشكله وقف. لو عيان عنده رينال امبيرمنت الدوايين اللي تحت دول مش هينفعوا، فوندا باينوكس اللي هو الاريكسترا كونترا انديكيتد لو الكرياتين كليرنس اقل من 25، والانوكسابارين كونترا انديكيتد لو اقل من 30. فانا دلوقتي لو عندي مشكله في دول هحتاج ان انا امشي على هابرين انفيوجن. لكن جنرالي سبيكينج اي عيان نون هاي ريسك بالمونري امبوليز احسن انتي كواجليشن دي هم الانوكسابارين او الفوندا باينوكس. تمام؟ الانوكسابارين جرعته هي جرعه الاكيوت كرونري سندروم 1 مللي جرام بير كي جي per 12 hours يعني مرتين في اليوم، او 1.5 ملغ كل 24 ساعه بير كي جي كل 24 ساعه. جرعه مهمه لان انت عيان البلمونري امبوليزم بعد ما شخصته وحجزته مش هتكتب له غير الدواء ده، جليكسان 80 كل 12 ساعه. ده عيان النون هاي ريسك بلمونري امبوليزم، فجرعه مهمه لان ده اللي بيتكتب في المستشفى. الفوندا بارينوكس في الاكيوت كرونري سيندروم، فوندا بارينوكس ده الاريكسترا، ده بيعمل هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا اقل من الانوكسابارين والهيبرين، فاحسن في العيانين اللي عندهم بليتلتس قليله، وجرعته في الاكيوت كرونري سندروم 2.5 كل 24 ساعه. جرعته هنا 5 او 7.5 او 10 على حسب البيشنتس ويت. لو 50 كيلو او اقل ياخد 5، لو من 50 ل 100 7.5، اكتر من 100 ياخد 10 ملي جرام وانس داي. فالعيان اللي اكتر من 100 ملي جرام انا افضل امشيه على فوندا بارينوكس 10 ملي جرام مره واحده في اليوم. احسن امشيه على انوكسابارين كليكسان 140 مرتين، جرعه كبيره قوي وماكسيمم دوز كليكسان ومرتين في اليوم. تمام؟ امتى هنحتاج نعمل ريبرفيوجن؟ لو حصل اي هيمودايناميك انستابيلتي والعيان محبوس، او للجادجمنت بتاع الدكتور. لو انت شايف ان العيان ما بيتحسنش
وعنده هايبوتال عنده ديساتوريشن ما بيتحسنش من ساعه ما اتحجز متكتلك، ممكن احتاج اعمل ريبرفيوجن في العيانين الانترميديت هاي ريسك بالمونري امبوليز. ده الكلام اللي كنا بناخده زمان ساعه ما انا ابتديت بيها. بعد كده نزلت الجايد لاينز الجديده اللي هي 13 حطوا فيها ادويه نوفل اورال انتيكوايلنتس اللي هي دلوقتي كمان ما بقتش نوفل لان بقى لها 5 6 سنين بقوا يسموها نون فيتامين كي اورال انتيكوايلنتس. تمام؟ قال لك انت عين البلمونري امبوليزم النون هاي ريسك ده انت حاجزه في المستشفى عشان تديله انتي كواجليشن. فرنترال انتي كواجليشن سبكتينيوس دوزز انوكسابارين او هابرين او وات ايفر دو. طب انت ممكن تدخله المستشفى وفروم داي 1 تمشيه على اورال انتي كواجليشن. لو انا بمشي العيان ده في المستشفى النون هاي ريسك همشي هابرين وبعد كده اعمل اوفرلاب بورفرين واستنى الاي ان ار يتظبط يعدي 2 من 2 ل 3 يبقى افريج 2.5. وبعد ما الاي ان ار يتظبط الترايلز بتاعت البلمونري امبوليزم قالت خليك مكمل اوفرلاب 5 ايام. فده تايم ويستنج رهيب، انا هقعد العيان 10 ايام في المستشفى عشان اوصل للاي ان ار وافضل عليه 5 ايام مع الهيبرين. حلو؟ جه بقى النوفل انتي كواجننس حلت القصه دي خالص، سواء هيبرين او انوكسابارين او فوندا بارينوكس لازم هتعمل اوفرلاب 5 ايام مع الورم. اوكي؟ الادويه الثانيه ببساطه لا. ريبالوكسيبان، ابيكسابان، دافيجاتران ويدوكسابان. الادويه دي اسمها نوفل اورال انتي كوجولانتس الاربعه اللي تحت دول. الدابيجاتران ده الوحيد اللي بيشتغل على ترومبين اسمه دايركت ترومبين انهيبيتور. الثلاثه التانيين ريبروكسيبان ابيكسابان ايدوكسابان دايركت فاكتور 10 انهيبيتورز. اوكي الريبروكسيبان والابيكسابان ممكن تبتديهم في النون هاي ريسك ويزاوت اوفرلاب مع بارنترال انتي كوجولانتس. يعني العيان يخش من اول يوم امشيه على اورال انتي كوجولانتس من غير ما اعمل اوفرلاب ومن غير ما استنى وقت. الدابيجاتران لو هتبتدي اللي هو الدايركت ترومبين انهبيتور هحتاج يومين اوفرلاب مع الهابرين او الانوكسابارين وبعد كده تكمل عليه. تمام؟ الادويه دي كلها موجوده في السوق، الريفاروكسيبان والدابيجاتران والابيكسابان، الوحيد اللي مش موجود هو الايدوكسابان. تمام؟ جرعات الادويه والجرعات دي مهمه جدا للعينين اللي بيتحجزوا عندنا، هتلاقي مع الوقت شويه شويه تبتدوا تاخدوا عليهم. الريفاروكسيبان اللي هو الزرالتو في البلمونري امبوليزم جرعته 15 مرتين 3 اسابيع وبعد كده 20 وانس داي. يعني الجرعه العاديه هي 20 وانس داي. الجرعه الاولانيه دي كبديل للبارنترال انتي كواجريشن اللي في الاول. الابيكسابان 10 مرتين لمده اسبوع بعد كده 5 ملي جرام مرتين في اليوم. تمام؟ دابيجاتران بيتاخد مرتين في اليوم 150 ملي جرام مرتين في اليوم اسمه في السوق برادكس، وابيكسابان اسمه اليكوس. الدوكسابان لسه مش موجود في مصر وبيتاخد وانس داي. اوكي؟ هل الاورال النوفل اورال انتي كواجولانتس ينفع يتاخدوا في الهاي ريسك بالمونري امبوليزم؟ لا مش استابل. ليه؟ لان الهاي ريسك بالمونري امبوليزم هياخد ترومبوليتك ثيرابي، الترومبوليتك مع النوفل انتي كواجولانتس مش استابل كفايه. فالانديكيشن بتاع النوفل انتي كواجولانتس في الانترميديت او اللو ريسك بالمونري امبوليزم. ولو هتبتدي من غير بارنترال انتي كواجوليشن لازم تبتدي بالفول دوز 15 مرتين بعد كده 20 بعد كده 3 اسابيع او 10 مرتين بعد كده 5 بعد اسبوع في الابيكسابان. دابيجاتران لازم تعمل يومين اوفرلاب مع الانفراكشنيتد هابر. اوكي؟ طيب ده عيان نون هاي ريسك بالمونري امبوليزم خلصت دخلته ومشيته على انتي كواجيليشن وبعدين اكتشفت ان انا العيان عنده كونترا انديكيشن فور انتي كواجيليشن. في حاجه اسمها اي بي سي فلتر. ده كلاس 2 بي في العيانين اللي ما عندهمش اللي عندهم كونترا انديكيشن للاورال انتي كواجيليشن. وللاسف الاي بي سي فلتر برضو يعني هما الاستخدام الاساسي في الحاجات الترانزيت. لو واحد داخل يعمل عمليه مثلا ومحتاج اعمل له بريفنشن وده بس ما بيمنعش الترومبوزز لانه هيحصل ترومبوز تحتيه. فالافضل انه يمشي على الانتي كواجليشن بعد ما يركبه. ففي الاخر لقينا ان هو بيركب في العيانين اللي عندهم كونترا انديكيشن ومحتاجين ياخدوا انتي كواجليشن برضو. فالاستخدام بتاعه في الميديسن دلوقتي قل جدا بقى كلاس 2 بي مي بي كونسيدر. دي الادويه اللي قلنا عليها. الثلاث ادويه دول مهمين لان هنشوفهم كتير وهيساعدونا في علاج عينين كتير. الزرالتو والبرادكسا والإليكوس. الزرالتو هو الريفاروكسيبان في منه تركيزين 20 و15 زيتي صح؟ زيتي. والبرادكسا هو الدابيجاتران 150 والإليكوس هو الابيكسابان 5 مللي جرام. اوكي؟ في معلومه مهمه جدا قبل ما نكتب اي نوع بالانتي كوجولانت في العيان. لازم قبل ما تبتدي احسب الكرياتينين كليرنس للعيان لان كل دول كونترا انديكيتد لو الكرياتينين كليرنس اقل من 30 ما عدا الابيكسابان لحد 25.
لكن زمان اللي هو اسمه إيريكوس. بناء على السلايد دي مين اكتر واحد سيف في النوبل انتي كوجلانس؟ الابيكسابات. الإيريكوس ده ليه احسن سيفتي بروفايل. دي دوز ادجستمنت للادويه دي على حسب السن وعلى حسب الكرياتينين كليرنس من 30 ل 50 الجرعه بتقل عن اللي احنا قلناها قبل كده. مش مهم. السيفست نواك في الكرونيك كيدني ديزيز هو الابيكسابات. النواك اللي ليه ليست بليدنج ريسك هو الابيكسابات اللي هو الإيريكوس. النواك اللي ليه هايست بليدنج ريسك هو الدابيجاتران 150. ده اكتر واحد بيعمل بليدنج جي اي بي. طب النواكس دول سمعناهم في البلمونري امبوليزما، ممكن نسمعهم في اي درس تاني؟ في الاي اف بنفس الجرعات بنفس التفاصيل، بس الفرق انه مفيش لودنج دوز زي هنا في الاكيوت فيز. معلش الدوزز كتيره وانا قلبت السلايد عشان انا زهقت منها برضه زي انت عارف. احد عارف مين ده؟ ده شكل ده؟ لا جيمس كوردن. جيمس كوردن بيعمل ليت ليت نايت شو باين او حاجه. طب الديوريشن بتاع الانتي كواجيليشن اي عيان طالما لو بروفوكت يعني ليها سبب انا عارفه امشي اتليست 3 مانثس. لو ان بروفوكت همشي اول مره 3 مانثس، لو حصل ريكرنس همشي عليها فول لايف. تمام؟ يبقى طالما الامبوليزم الاورال انتي كواجيليشن لما العيان يجي خارج من المستشفى لازم يمشي عليها 3 شهور على الاقل، لو هي ريكرنت هيمشي عليها فول لايف. اوكي؟ خلاص دي اخر ثلاثة سلايدز. هراجع الكلام اللي قلناه كله في دقيقة. جالي عيان في الطوارئ وشخصته بالكلينيكال اكزامينشن والهيستوري والبلمونري امبوليزم، ايه الحاجات اللي هتاكد منها انفستيجيشنز اللي ممكن اعملها له؟ دي دايمرز علشان انا ما عنديش مش هعرف احسب له الكلينيكال بروبابيلتي، اعمله دي دايمرز على طول. كرياتينين وتروبونين. الانفستيجيشنز دي كلها احتاجها اي سي جي اي بي جي تشست اكس راي اكو سي تي لو دي دايمرز بوستيف ولور ليم فينوس دوبلكس هيساعدني في التشخيص بعد كده. ما تنساش لو هتخرج العيان وما لقيتش سبب واضح للبلمونري امبوليزم ممكن نعمل له تيومر ماركرز، ممكن نعمل له ايه نيو لوبس انتي كوجولنت عشان كان هو مثروموفيليا انتي فوسفوليبيد سنتروم. طب في الهاي ريسك بلمونري امبوليزم العيان ده عنده هايبوتنشن وعنده دي ساتوريشن لازم اديله اكسجين واصلح الهايبوتنشن بفلويدز فازوبريسيف عليها علامه استفهام ممكن احتاجها وممكن ما احتاجهاش. ستريبتوكاينيز بيتاخد على مدار ساعتين على السيرنج بامب، وقبل ما ادي الستريبتوكاينيز هدي معاها انتي هيستامينيك وستيرويد عشان الالرجي وافضل بتابع ضغط العيان اثناء ما هو بياخده. هحتاج امشي على هابرين انفيوجن عشان ده هاي ريسك بالمونري امبوليزم، ومش همشي الهابرين وقت الستريبتوكاينيز، هبتديه بعد ما اخلص الستريبتوكاينيز وادجست البي تي تي والعيان محجوز في الرعايه مرتين مرتين ونص قد النورمال. ايه تاني ممكن اديه للعيان ده؟ انا مشيته بحجزه في الرعايه دلوقتي تذكرته يبقى مكتوب فيها ايه ادويه؟ هيبرين انفيوجن اللي هو 16 يونت بير كي جي بير اور على السيمنز باب. ممكن امشيها على انتي بايوتكس لان الجزء اللي حصل فيه بالمونري امبوليزم ممكن يحصل فيه انفكشن ويبقى دي فايتلايز ويحصل نمونيا، ممكن اكتب له انتي بايوتكس. ما تنساش انك هتحتاج تدي له فيتامين كي انتاجونست وهو محجوز في الرعايه وهتعمل اوفرلاب لمده 5 ايام بالماليفان. هيبقى الروشته بتاعته في الاخر في المستشفى فيها هيبرين وماليفان وانتي بايوتك لو محتاج وفلويدز لو العيان هايبوتنسيف. طب نون هاي ريسك بالمونري امبوليزم همشيه على نوفل اورال انتي كواجولانت ده الفيرست تشويس بالنسبه لي. طيب لو انا شاكك العيان ممكن يحتاج ريبرفيوجن همشيه على هابرين. لو ما عنديش نوفل انتي كواجولانت همشيه على كليكسان اللي هو انوكسابارين 1 ملي جرام بير كي جي كل 12 ساعه. نفس الحاجه ممكن احتاج فلويدز وانتي بايوتكس. حتى لو العيان مش هايبوتنسيف هيستفيد من الفلويدز ليه؟ علشان جزء من الباثولوجي او الباثوفيسيولوجي بتاع البالمونري امبوليزم والترومبس اللي حصلت دي انه عندنا فيسكوستي زياده في الدم، فكل ما اعمل دايليوشن للدم انا بساعد العيان انه ما يحصلوش ترومباي تاني. لونج تيرم مانجمنت انا خلصت العيان في الرعايه ومشيته على الدواء اللي انا قلت له عليه جوه المستشفى هخرجه. همشيه على انتي كواجيليشن سواء نوفل انتي كواجيلانت او فيتامين كي انتاجونست اتليست 3 مانث في ليت سيكولي للبالمونري امبوليزم. اثنين ليت سيكولي مهمين جدا اسمعوهم دلوقتي وبعد كده نبقى نعرف العلاج بتاعهم. كرونيك فينس انسفشنسي از ا ليت كونسيكونس للور ليم دي في تي يبتدي اللور ليم فينز تبقى دايليتد ويبتدي يحصل فينس ألسرز فريجلي ده نتيجه لل دي في تي اللي حصلت قبل كده. النتيجه الثانيه كرونيك ثرومبوليك بالمونري هيتركبش العيان اللي بيجي له بالمونري امبوليزم مره عرضه ان يجي له ماينر امبولاي بعد كده ويفضل يشتكي طول عمره وده هيحتاج يمشي على لايف لونج انتي كواجيليشن هو ده العلاج الاساسي بتاعه. لو مولكيولر ويت هابرين في عيانين جالهم بالمونري امبوليزم
ما ينفعش امشيهم ولا على نوك ولا على اورا الانتيكوال، لازم يمشي 3 شهور على الاقل على لول موليكولار ويت. حد عارف مين العيانين دول؟ مين اللي هيروح بيته ويفضل ياخد كليكسان لمده 3 شهور؟ العيانين اللي عندهم مالينسي. لقوا في الترايلز العيانين اللي عندهم مالينسي احسن انتي كوايكولنت فيهم هو الدلتا بارين، ده لول موليكولار ويت. طيب اخر حاجه لايف ستايل فيزيوثيرابي. لايف ستايل ايه الحاجه المهمه اللي هطلبها من العيان؟ لايف ستايل موديفيكيشن، نشرب ميه كويس تمام. فيزيوثيرابي العيان اللي عمل عمليه وما اتحركش وجاله دي بي تي لازم بعد كده يبتدي يتحرك علشان الريسك فاكتور الريكومبنسي او الحركه القليله اتغلب عليه. شكرا يا دكتور، انا طولت عليكم واسف، تعبتكم معايا وانا نفسي تعبت، بس يعني شكرا جزيلا، انتوا كنتوا لطاف جدا وساعدتونا في البرزنتيشن. بتهيألي احسن سلايد تبقى هي في الاخر هي بتاعت عيب سولول دي، اللي ده يعبر عن حالنا كلنا. حد عايز يسأل حاجه؟ خلاص الساعه 3 بالظبط، عدينا 3.